أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم من الإخوان الشيعة والإخوان السنة، وهذه الكلمة السواء التي تتجدد مع حضراتكم من خلال قناتكم صفا كل يوم ثلاثاء في 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت السعودية والكويت. في الحلقة الماضية كان معنا سماحة الشيخ علي الكوراني، من أقوى المناظرين على الإطلاق لدى الإخوان الشيعة، وأيضا معنا فضيلة الشيخ عدنان العرور. إن الشيخ عدنان سيتأخر في هذه الحلقة بضع دقائق إلى أن يصل بسلامة الله إلى الاستوديو. أذكر السادة مشاهدين الكرام ببعض الأرقام التي يتواصلوا من خلالها معنا في هذه الكلمة السواء. من المملكة العربية السعودية 700-55-055، من خارج مصر 002-0238-35938، من داخل مصر 2359، وأيضا عبر رسائل البريد الإلكترونية عبر موقع البرنامج كلمة سواء الذي سيظهر تباعا على الشاشة وهو الآن على الهواء مباشرة مع حضراتكم. فلتتواصلوا معنا، من لم يتمكن من الاتصال التليفوني فليتواصل معنا عبر إيميل البرنامج. أعزائي المشاهدين، أقرأ بعضا من الرسائل التي وردت في البرنامج ونوفر بعضها إلى أن يأتي الشيخ عدنان ويتدخل معنا سماحة الشيخ علي الكوراني. مثلا هناك رسالة أتت إلى بريد البرنامج، هذه هي رسالة وردت إلينا يقول فيها: أولا جزاكم الله خيرا وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتكم جميعا، وأرجو أن تقبلوا رأس الشيخ الفاضل العرعور والشيخ المجاهد عثمان الخميس والأستاذ محمد صابر، شكر الله لك وجميع العاملين في القناة نيابة عني تكريما وتشريفا وحبا لهم، كما قبل عمر رضي الله عنه رأس الصحابي الجليل الذي كان سببا في تحرير أسرى المسلمين في غزوة من الغزوات. ثانيا أريد المشاركة، ننقل الرسالة بأمان، بهذه الآيات ردا على الشيعة هداهم الله وإيانا للحق بإذنه: لو كان أبو بكر وعمر والصحابة حرفوا القرآن فعلا، إذن ماذا نفعل في مثل هذه الآية وغيرها؟ سورة الإسراء الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول أيضا الراسل: لو كان أئمة الشيعة يملكون ما وصفوا به عندهم جميع هذه القدرات، إذن كيف نفسر هذه الآيات وفيها مطالب لم يستطع محمد صلى الله عليه وسلم فعلها؟ يعني ما فهمت من رسالة الأخ يعني أن بعد أن نتناول ملف الإمامة إن شاء الله هناك بعض الصفات ينسبها الإخوان الشيعة إلى الأئمة، هذه الصفات يعني كثيرة سوف نتناولها في حينها، لكن الأخ يقول أن هناك آية بمثل هذه الصفات وردت يعني تحدى الكفار بها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتي بها النبي، فكيف يتصف بها الأئمة؟ ولقد بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك، تحدي، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني طلب منه هذه التحديات فرد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا إلا بشر رسول. ولو كان أبو بكر وعمر كفار وحشاهم
إذن لماذا لم يتحداهم الله وينزل فيهم آيات مثل أبو لهب وزوجته؟ يعني الأخ الراسل يقول إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان الثلاثة الأول كفار، طب لماذا المولى عز وجل لم يتحداهم وينزل فيهم قرآن كما نزل في أبي لهب؟ يعني تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه رسالة مكتوبة يعني سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. فإذا من مسد، إذا كانوا كفارا الثلاثة الأول كما يقول إخوان الشيعة، يعني الله يخاف من عباده؟ الله يعجز؟ الله يقصر في بياني؟ حاشا وكلا. هذا ما فهمتم من رسالة الأخ. ويتم رسالته ويقول ثبتكم الله وعانكم وجعل الله هداية الشيعة على أيديكم وحفظا وحفظ الله المسلمين جميعا في مصر خاصة وفي كل البلاد عامة من الفتن والضلال والكفر والانحلال. أخاكم العبد الفقير إلى الله عماد محمود الخزندي من الأسكندرية. وأعتقد أن الأخ قد أتى أيضا أو ترك إيميله لكي نتواصل معه به أيضا. هناك أيضا رسالة أرسلها أخ من الجزائر الحبيبة على ما أعتقد، يعني هي بعنوان انقذني انقذني يا شيخ علي. نفتح هذه الرسالة ونقرأها، نفتح هذه الرسالة ونقرأ، يعني نقرأ رسالة للسنة ورسالة للشيعة للإنصاف. الرسالة أعزائي المشاهدين تقول: الأخ سليم من الجزائر يشكركم على البرنامج ويسأل الشيخ علي القراني الذي جاء ضمن كتابه العقيدة الإسلامية ما نصه. الشيخ علي القراني يقول الأخ أن له كتاب اسمه العقيدة الإسلامية، تفسير معنى اعرف الإمام عفوا ثم اعمل ما شئت. يذكر الشيخ علي القراني في هذا الكتاب، أي كتاب له، وعنه عليه السلام أن رجلا من أصحابه ذكر له عن بعض من مرق من شيعته واستحل المحارم وأنهم يقولون إنما الدين المعرفة، فإذا عرفت الإمام فاعمل ما شئت. هذا الكلام وارد في كتاب للشيخ علي القراني. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إنا لله وإنا إليه راجعون. تأول الكفرة ما لا يعلمون، وإنما قيل اعرف واعمل ما شئت من الطاعة فإنه مقبول منك، لأنه لا يقبل الله عملا من عامل بغير معرفة. لو أن رجلا عمل أعمال البر كلها وصام دهره وقام ليله وأنفق ماله في سبيل الله وعمل بجميع طاعة الله عمره كله ولم يعرف نبيه الذي جاء بتلك الفرائض فيؤمن به ويصدقه وكذلك إمام عصره الذي افترض الله طاعته فيطيعه لم ينفعه الله بشيء من عمله. قال الله عز وجل في مثل هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني الإنسان مننا المسلم إذا لم يعرف الإمام الذي في عصره ويطيعه كما أمر الله ورسوله كما يقول الشيخ علي القراني، لو أتى بصلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك من أعمال البر والخير والإنفاق كلها لن يكون ذلك مقبولا منه. وذيل هذه المقالة سماحة الشيخ علي القراني بالآية الكريمة: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هناك سؤال للأخ الجزائري يقول: شيخنا الفاضل الشيخ علي، هل وضحت لي كيف أعرف إمام عصري الذي افترض علي الله طاعته حتى لا يكون عملي هباء منثورا؟ ده سؤال للشيخ علي القراني. وغير ذلك من الأسئلة الكثير أعزائي المشاهدين، أردنا بس فقط أن نقرأ رسالة لإخوان السنة ورسالة للإخوان الشيعة حتى يكون هناك حياد للقناة وهناك عدالة في الطرح إلى أن يصل فضيلة الشيخ عدنان. أيضا أذكر فضيلة الشيخ علي القراني بما ختمت به حلقة كلمة سواء الماضية، أنني قلت بعضا من الأسئلة أذكر بها سماحة الشيخ علي القراني حتى يرد عليها إلى أن يصل الشيخ عدنان. أول هذه الأسئلة التي أوردتها في ختام حلقاتي الماضية، لأننا كنا أعزائي المشاهدين أذكركم بالحلقة كنا نتحدث عن الإمامة، وقد بدأ سماحة الشيخ علي القراني بالآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم ركعون. فقال سماحة الشيخ علي أن هذه هي من أعظم أو هي دليل من أدلة الإمامة، لا نحمل قول سماحته ما لا يحتمل، قال لم يكن من أعظم، يعني نعتذر عن هذه الكلمة، أنها من الأدلة والآيات القوية على الإمامة. فكنا في نهاية الحلقة قد يعني جمعنا بعضا من الأسئلة الواردة من السادة مشاهدينا الكرام عبر الاس ام اس ونطرحها على سماحته
حتى إذا ما وصل الشيخ عدنان تناقش سويا فيها في تلك المناظرة. أول ما عرضناه على سماحة الشيخ علي في حول هذه الآية، أولا طلبنا سماحتي بأن يثبت أن لفظة وليكم معناها إمامكم، وبالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي، وذلك على سبيل القطع لا الظن. وكنا قد طرحنا هذا السؤال نفسره لحضراتكم اليوم. نقصد بذلك أننا كلمة وليكم لها أكثر من دلالة في القرآن، يعني ربما تأتي إمامكم، ربما تأتي مثلا كما وردت في آية من كتاب ربنا حينما أرهت الذين بيتوا قتل النبي صالح عليه وعلى نبينا السلام، قالوا قال المولى عز وجل في القرآن الكريم لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكلمة ولي هنا هل تعني الإمام؟ طب صالح هو النبي، فمن هو أعلى من النبي حتى إذا ما قتل راجع القوم أو رهط صالح هذا الرجل الذي هو ولي للنبي صالح؟ الإمام لابد أنه أقوى من النبي، كما يقول الإخوة الشيعة، يعني قالوا إن الأئمة عندهم أفضل من الأنبياء جميعا ما عدا محمد. طيب هذا النبي المفروض أنه هو نبي، والرجل أو الرهط سوف يراجعون وليه، هل الولي هنا تعني إمام صالح؟ طب إذا كان هناك إمام صالح فلماذا بعث الله أصلا صالح؟ يعني لماذا تنبأ صالح وبعث من قبل المولى عز وجل؟ يعني مقصد السؤال أعزائي المشاهدين أن كلمة وليكم لها أكثر من معنى، وإذا ما كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى لا يستشهد به في الأصول، لا يستشهد به في الأصول، يعني الأصول التي هي تكون قاطعة نص صريح قاطع يعني ثابت لا يحتمل تأويل ليس فيه شبهة، لأن الأصول لا تؤخذ بالمتشابه على الإطلاق. هذا أول سؤال. معنا على الهاتف الشيخ صالح العزمي من الكويت. السلام عليكم شيخ صالح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياك الله الحبيب وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في الحقيقة أحب أن أتكلم ابتداء وأرجو منك أخي الحبيب أن تدون ما سأقول لك. تفضل. الآن ضروري جدا. تفضل. في كتاب أصل الشيعة وأصولها. دون عندك؟ أنا معك إن شاء الله. أنا معك. تفضل. أنا جاهز. طيب أصل الشيعة وأصولها. دونت أخي الحبيب. نعم. نعم. هذا الكتاب بين فيه بأن عليا رضي الله عنه وارضاه قد بايع. نعم. طيب. نعم. وهذا بايع. الأمر نعم بين فيه، والآن سأطلع عليك العبارة كاملة. تفضل. بعد أن أعطيك المصدر كامل. الكتاب أصل الشيعة وأصولها تأليف الإمام المصلح الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء، تحقيق على آل جعفر، مؤسسة الإمام علي عليه السلام. يقول هنا وحين رأى أن المتخلفين. الكتاب في يدك شيخ صالح؟ الكتاب في يدك؟ عفوا؟ الكتاب في يدك تقرأ منه؟ نعم نعم أنا أقرأ منه. قل لي الصفحة طيب عشان بس الإخوة لما يحبوا يراجعون. صفحة 193. تفضل. نعم. يقول وحين رأى أن المتخلفين أعني الخليفة الأول والثاني، هذا كلامه هو المصنف، بدل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد. طبعا الأول والثاني أي من؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر. نعم. لاحظ هنا يقول بدل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح، ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالمة. واضح؟ نعم واضح. وأرضى عما يراه حقا له محافظة على الإسلام إلى آخره. فلما يأتي الكوراني ويدعي أمام الناس بأنه لم يبايع، ما أدري في الحقيقة هل يطعن في كلام محمد الحسين على كاشف الغطاء أم على المحقق وهو على آل جعفر؟ أتمنى أن نجد إجابة عند الكوراني على هذه الجزئية. نعم. أريد أخي الحبيب لو تسمح لي فقط. تفضل. أن أبين نقطة جوهرية. الله عز وجل عندما بين في كتابه هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، لو أنعمنا النظر أنه قال ولم يقل إنما واليكم، إذ أنها من الولاية بفتح الواو وهي المحبة والنصرة والمؤازرة وليست من كسر الواو وهي الولاية أي الخلافة والإمارة. أين الدليل على هذا الكلام؟ الدليل لا نقول كما يدعي البعض
إياك أعني واسمع يا جارة نصف كلام كلام الله عز وجل بهذه الصفات والعياذ بالله. بل نقول قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. هل هنا يعني أولياء بمعنى خلفاء أو أئمة أمراء؟ لا، وإنما يعني بذلك أي محبين أو ناصرين لهؤلاء. ثم قال بعد ذلك فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يأتي الشاهد الآن يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إذن هنا المحبة أي المعازرة أي النصرة أي الولاية بفتح الواو. صفات هؤلاء أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. انظر أخي الحبيب يعني عفوا شيخ صالح معنا على الهاتف أبو مصطفى من العراق سيكون معك على الهواء يعني. أبو مصطفى السلام عليكم تفضل. عليكم. وعليكم السلام تفضل. السلام عليكم. اخفض صوت التلفاز قليلا. الو تفضل نسمعك. الو نسمعك يا ابو مصطفى تفضل. الحمد لله رب العالمين. نعم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نعم. اخفض صوت التلفزيون من فضلك. اسمع شوي جزاك الله خير. طب اخفض صوت التلفزيون بس عشان اسمعك بوضوح. اخفض صوت. نعم. أن هذا الرجل الشيخ صالح العزمي عدة مرات بدأ يكذب على الناس ويدلس على الناس يا أخي. اسمع يا حبيبي تفضل. اسمع هذه المقولة في صحيح مسلم والبخاري. وقد أثبت البخاري ومسلم في صحيحهما وغير واحد من إثبات السنن والأخبار. اسمع يا أخي نسمع. تخلف علي عن البيعة وأنه لم يصالح حتى لحقت سيدة النساء بأبيها. لم يصالح ولم يقل لم يبايع. وذلك بعد البيعة بستة أشهر حيث اضطرته المصلحة الإسلامية العامة في تلك الظروف الحرجة إلى الصلح والمساءلة. والحديث في هذا مسند إلى عائشة وقد صرحت فيه أن الزهراء سلام الله عليها هجرت أبا بكر فلم تكلمه بعد رسول الله. وأن عليا لما صالحهم نسب إليهم الاستبداد بتنصيبه من الخلافة. هذا موجود يا أخي راجع صحيح البخاري. نعم أبو مصطفى غزوة خيبر صفحة 79 يا أخي. يا أبو مصطفى لماذا على التدليس والكذب يا أبو مصطفى؟ يعني نحن نتحدث بهدوء يا أبو مصطفى. يا أبو مصطفى المهم أن الإمام علي بايع أم لم يبايع؟ عشان بس نرجع للشيخ صالح يرد عليك. حبيبي أقول لك لم يبايع. نعم خلاص وصلت فكرتك. أنت معنا على الهواء ابقى معنا. تفضل يا شيخ صالح. الشيخ طيب. الأخ أبو مصطفى يقول لك أن الإمام علي لم يبايع. بعد إذنك يا شيخ صالح. طيب بعد إذن حضرتك. بعد إذن حضرتك أنا بس بذكر الأخ أبو مصطفى لو كان تابعنا في كلمة سواء في رمضان أن سماحة الشيخ شهيد قال أن الإمام علي بايع بعد ستة أشهر يعني تأخر في البيع. نعم لكنه عشان بس يبقى في كلام للإخوة الشيعة غير كلام حضرتك يا أبو مصطفى ونذكر السادة المشاهدين. فضل يا شيخ صالح رد على الأخ أبو مصطفى. طيب فضل. أولا مع احترامي الكبير لأبي مصطفى أنا لا أعرفه. نعم. وكذلك هو غير مشهور عند الشيعة ولا يعني لا أعرف له كتاب أو مصنف أو ما شابه ذلك. الحق يقبل من أي حد يا شيخ صالح بعد إذن حضرتك. الحق يقبل من صاحبه إذا كان معه الحق. لا 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 بس لا تفضل. بس تفضل. لا بس, لا بس. أنا لما أجد كتاب أصل الشيعة وهو اللي الغطاء كما ذكرت لك وحزوت بالمصدر يقول عن الخليفتين بدل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا بايع وسالمة. يأتي بعد ذلك المحاور ويقول بكل صراحة لا لم يبايع. أنا أقدم قول من على من؟ هذه في الحقيقة ما نعاني من الشيعة.
كل شيء يأتي بفكرة معينة بقول معين، ولو قلنا له أسند قولك لعجز عن ذلك. الآن عن سبيل المثال الذي أمامك يقرأ الآن من كتب أهل السنة والجماعة، وأصبحت كتب أهل السنة والجماعة هي الأصل عنده في الدين، أي في مسألة البيعة وغيرها من هذه الأمور، أي الولاية، وهذا لا يستقيم بحال من الأحوال. طب عرضك شو صالح الحديث. فضل. أنا ما أريد أن أقوله في الحقيقة، وأتمنى أن ينتبه الجميع لكلامي جيدا. هناك فرق بين من يعتقد ثم يستدل، ثم هنا تفيد الترتيب. طيب، أي يعتقد أولا ثم يستدل بالنصوص. فرق بين وبين من يستدل ثم يعتقد. أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة والفضل، نحن قوم نستدل ثم نعتقد، أي ننظر في الدليل وما يفيد الدليل وما يلزم الدليل، ثم بناء على هذا تكون العقيدة. ولذلك لن تجد هنا عندنا تعارض ما بين اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين ما كان من النص. أما عند غيرنا كما يعني عند الشيعة، هم يعني يعتقدون ثم يستدلون بالنصوص، فينظر في النص إن كان قرآن ولا يستطيع الشيء رده، ومنهم من قال بالتحريف حتى يرد هذه النصوص والعياذ بالله. لا. يعتقدون ثم بعد ذلك ينظرون في الآية، فإذا أسعفت ما يعتقد قال بها، وإذا كانت خلاف ما يعتقد قال هذه لها باطن والعياذ بالله. طب نسمع الشيخ، نسمع الأخ أبو مصطفى بعد إذنك يا شيخ صالح. تفضل يا أبو مصطفى. الشيخ صالح اسمعني بس ألخص لك ما قال. يعني الشيخ صالح قال لك إن هذا كتاب من كتب الإخوان الشيعة، وذكر لك مؤلفه ومحققه والصفحة 193. ماذا تقول أستاذنا العزيز؟ تفضل أستاذنا العزيز. تفضل أستاذنا العزيز. نحن لا نعتبر الشيخ الكوراني من كبار العلماء، وإنما هنا هو يتكلم عن رأيه حبيبي. لكن أنا أقول فضل. أنا أقول أنتم تقولون يا صالح العزمي وغير صالح العزمي وشيخ عدنان يقولون أن البخاري ومسلم هما من أصح الكتب بعد القرآن الكريم، وجميع الروايات الموجودة فيهما روايات صحيحة السند وقطعية الصدور يا أخي. طب يا شيخ مصطفى، يا أبو مصطفى بعد إذنك. وليس هنالك شبهة في هذه الروايات. طب بعد إذن حضرتك، بعد إذن يا أبو مصطفى. أن علي بن أبي طالب لم يبايع. طيب لم يبايع، أنا أوافقك، أنا أوافقك، لكن الإمام علي ألم يكن من صفاته أنه كان معصوما، وأن عنده نص من رسول الله منصوص عليه من المولى عز وجل بإمامته بعد النبي؟ نعم. طيب علي كان من علية القوم، كان الإمام علي من سادات قريش، كان من أكابرها، كان من بطون قريش العميقة، فلماذا ترك هذا الفحل البطل القوي العملاق هذا النص الذي نص الله به عليه عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كما يقول إخوان الشيعة، واعتزل مثلا؟ هنعتبره اعتزل لأنه لم يبايع، إذا اعتزل كويس. طب لو هو كان اعتزل، لم يعتزل حبيبي، لم يعتزل. امال ايه بقى اللي حصل؟ لم يعتزل. نعم. امال راح فين بقى طوال فتره خلافه علي وابو بكر، عمر وابو بكر؟ تفضل. نعم، لم يعتزل امير المؤمنين سلام الله عليه، بل انه عندما ذهب لمصالحتهم نسب اليهم الاستبداد بتنصيبه عن الخلافه. نعم. طب حارب مع ابو بكر يا اخي، اخ ابو مصطفى، حارب مع ابو بكر المرتدين، يعني الامام علي حارب المرتدين بدليل ان له ابن اسمه محمد ابن الحنفيه من سبي بني حنيفه الذي حاربهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وتزوج منهم الامام علي. اذا هو معترف ان هؤلاء يجوز كفار ويجوز سبي نسائهم، وكان في جانب ابو بكر. ماذا تقول في الامام محمد بن الحنفيه ابن الامام علي؟ من الذي يقول هذا الخبر؟ هذا الخبر ما ثابت عندنا حبيبي. يعني اليس هناك ولد للامام علي يسمى ابن محمد بن الحنفيه؟ نعم 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 اكو هنالك خبر. نعم. نعم. طب يعني هذا الابن من بني حنيفه الذين حاربهم ابو بكر كانوا من المرتدين، ووقف الامام بجانبه. ليس هنالك روايه تقول بهذا الشكل يا اخي. امال ما هي روايه الاخوه الشيعة؟ انا اسال سؤال فقط، انا اسال سؤال. لا لا، انا بسألك انت قلت لم يبايع، سمحت الشيخ شهيد قال ان الامام علي بايع بعد 6 اشهر، سمحت الشيخ حسين غبريس من علماء المسلمين في لبنان قال بايع سياسيا، واخد بال حضرتك؟
يعني يبدو ان الخط انقطع، هو اغلق الخط كما يقول الزميل عمر المخرج. يعني هو بص يا اخواني، يعني بس عشان نربط المساله، نحن لسنا في قناه صفا مع احد ضد احد، ولعل قنوات الشيعيه الزميله اسمعها كلها واجلس امامها في برامج لا اذكر اسمها حتى لا تحسب علينا ولا اذكر العلماء الذين ياتون فيها، هم يسجلون برامجهم ويبثوها علينا، نحن نقدم هذا البرنامج على الهواء مباشرة لكي نستمع إلى الإخوة الشيعة ونقدم ما لديهم من حجج وأدلة وبراهين. هم يقدمون برامجهم للرد علينا وعلى كلمة سواء مسجلة، وهذا لا يجوز في الإعلام في الرأي والرأي الآخر. إذا ما أراد الإخوة في القنوات الشيعية الزميلة التي لا أذكر اسمها ولعلكم تتابعون، ينبغي عليهم أن يفعلوا مثل ما نفعل. نحن نتصل بسماحة الشيخ علي وبالمناظرين الشيعة على نفقة القناة ونترك لهم الوقت كله. كل هذا نقدمه من أجل أن نوصل رسالة. هذه رسالة، أنا أريد بس أن أذكر برسالة صفا. إخواني، كما سمعت الشيخ أو فضيلة الشيخ صالح كان معنا على الهاتف وأراد أن يقول أن الأخ أبو مصطفى ليس من العلماء، قلت له الحق يقبل من أي أحد دون مكانته. لا، الحق يقبل من الكافر. ما رأيكم؟ والرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن الكريم أدبنا وعلمنا الإخوان السنة والإخوان الشيعة أن نقبل الحق إذا كان من كافر. كيف ذلك؟ حينما أتت بلقيس ملكة سبأ وقالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماذا قال المولى تكملة لهذه الآية؟ قال وكذلك يفعلون، أي أن الله صدق على قولة بلقيس قبل إسلامها. فأنا أريد بس أن أذكر برسالة صفا في هذا البرنامج كلمة سواء، نحن نقبل الحق بعيدا عن هذا من سلفي أو هذا الحق من وهابي أو هذا الحق من شيعي أو هذا الحق من زيد أو من عبيد. دي جزئية أردت أن أركز عليها في هذه الحلقة. الجزئية الأخطر أنه ليس بالضرورة صاحب الحق هو ذو الصوت العالي، يعني ممكن واحد أو الأجدل، يعني ممكن واحد يكون يجادل أفضل من رجل. مهارته في الجدل وبراعته في الجدل ليست دليلا على أنه صاحب حق. إخواني الأعزاء من الشيعة ومن السنة، هذا الكلام موجه للإخوان الشيعة والإخوان السنة، يعني على فرض أن أنا رجل أجيد فن الجدل وجلست مع أخ شيعي فغلبته بجدلي، ربما يكون الحق مع الشيعي وأنا بس عشان شاطر وماهر في الجدل، والعكس بالعكس، ربما الأخ الشيعي يجلس جادلا فيغلبني بما أوتي من جدل. وده له أساس يا إخواننا. لما أتى رجل إلى الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه قال يا إمام هلما أجادلك؟ قال الإمام إن غلبتك قال أتبعك، قال فإن غلبتني قال تتبعوني، قال الإمام فإن جاء رجل ثالث وغلبنا قال نتبعه، قال هذا أمر يا أخي يطول. أي واحد يجي يعني له فن الجدل وله يعني أسلوب منمق مزخرف يجيد القول وفن القول نتبعه، هذا أمر يطول. إنما أنت رجل شاك فاذهب إلى رجل شاك مثلك. هذا ما نريد أن نقدمه على صفا، أن نقبل الحق إذا كان الحق. والحق أعتقد يا إخواني لا يحتاج إلى دليل طالما أن القرآن موجود. القرآن محفوظ الذي هو مبدوء بالفاتحة ينتهي بالناس، وقد تكفل المولى عز وجل بحفظه، وقد ذكرت الآية والمولى عز وجل يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. هادوا كل اللي انتوا عايزين من علماء وآيات ومراجع وأئمة وغير ذلك. القرآن هو الفيصل والمرجعية، ومن لم يقل بهذا كما اتهمنا الإخوة الشيعة في رمضان قالوا إن هذه المنهجية منهجية قادرة. حينما أردنا أن نلزم الإخوة الشيعة بالمنهج القرآني أو بالقرآن تحديدا، فرد علينا الشيخ سمعت الشيخ بارك الله فيه عبد الحميد الجاف من حوزة النجف أو من مركز النجف الثقافي من بغداد، قال هذه منهجية قذرة. وقصد بالمنهجية القذرة إيه؟ حديث لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني بدوات وقلم أو بدوات وورقة، ورقة وقلم يعني. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال حسبنا كتاب الله. اتهم سماحة الشيخ عبد الحميد هذه المنهجية أي العودة إلى كتاب الله والاحتكام إليه وقد القرآن، قال عنه المولى عز وجل تبيانا لكل شيء، وقال سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال إن هذه منهجية قذرة أي منهجية الخوارج. رد عليه الشيخ صالح العزمي الذي كان معنا على الهاتف منذ قليل في نفس الحلقة وقال إن الإمام علي بن أبي طالب قال في نهج البلاغة نفس المقالة. ماذا قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه؟
قال كفى بكتاب الله حجيجا وخصيما. فسأل الشيخ صالح العازمي الشيخ عبد الحميد الجاف هذا السؤال وقال أنت قلت على منهجية عمر أنها منهجية قذرة التي هي حسبنا كتاب الله. طب قالها نفس قال علي نفس المقالة كفى بكتاب الله حجيجا وخصيما، هل تتهم منهجية علي بأنها منهجية قذرة كما اتهمت منهجية عمر بأنها منهجية قذرة؟ لم يتصل بنا بعدها سماحة الشيخ عبد الحميد الجاف من حوزة من مركز النجف الثقافي ببغداد. فأريد أن أعود إلى أصل ما أردت أن أوصله من كلمة سواء. نحن لا نحدث فتنا، نحن لا نريد إثارته، نحن لا نريد أن نفرق بين الأمة، نحن نريد كلمة سواء والله على ما نقول شهيد. قناة صفا إخواني تريد فقط أن نبين مواطن الخلل لدى الإخوة الشيعة ومواطن الخلل لدى الإخوة السنة، ننحي هذه المواطن وننقي التوحيد الخالص من شوائبه وننقي الإسلام من شوائبه، ثم نجتمع على الكلمة السواء في نهاية حلقات هذا البرنامج. هذا ما أردنا أن نوصله إخواني. قلنا الحق يقبل حتى لو كان لو من كافر كما أدبنا القرآن الكريم. قلنا أننا لا نريد الإثارة ولكن نريد التقارب. معنا من الكويت أبو يوسف، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أخي الفاضل، إحنا لحد الآن ما عرفنا نعم متى بدأت ولاية علي أو وصية علي بن أبي طالب. ما عرفنا لحد الآن علي بن أبي طالب متى أخبر، متى علم، بأي موقف، بأي آية. نسأل الشيعة، وهذا السؤال يا ليته تسأل الشيخ الكوراني، اسأل السؤال هذا، قل يا شيخ علي متى أخبر علي بن أبي طالب بأنه هو وصي رسول الله؟ إذا جاوبك اسأل، قل قبل هذه الحادثة كان يعلم أم لا. نريد متى علم علي بن أبي طالب. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه رسول من الله عندما أتاه جبريل وقال له اقرأ، وسألنا هذا السؤال الشيخ عدنان. نعم. قبل هذه الحادثة لا يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رسول من الله. نريد هذا السؤال لعلي بن أبي طالب. متى علم أو أخبر علي بن أبي طالب أنه هو وصي؟ وهل قبل هذه الحادثة بعد الجواب كان يعلم؟ لماذا يا أخي الفاضل؟ نعم. نحن نسمع تأويل كثير، نسمع أحاديث ضعيفة وأحاديث صحيحة لكن مؤولة. نحن نعتقد بما يعتقده علي بن أبي طالب عندما قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. هذه هي عقيدتنا، عقيدة علي بن أبي طالب. أخي الفاضل، عقيدة الوصية لم تكن معلومة لدى الصحابة رضوان الله عليهم، والدليل سقيفة بني ساعدة. عفوا أبو يوسف أكمل روايتك. الإمام علي حينما وصلت إليه الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه قال دعوني والتمسوا غيري، وهذا موجود في النهج. إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه. قبل أن يقول هذا الإمام علي أبو يوسف بعد إذن حضرتك، الإمام علي قال دعوني والتمسوا غيري، أنا لكم وزير خير من خير لكم من أنني أكون أميرة. يعني الإمام لو عنده وصية من الله تعالى ومنصوص بها من الله في القرآن كما يقول الإخوة الشيعة أيترك هذا؟ تفضل. لا لا، كلام مو صحيح. نعم. والدليل على هذا أخي الفاضل، قضية انتبهوا يا أخوان للقضية هذه. سقيفة بني ساعدة، هذا دليل على عدم وجود قضية اسمها وصية لعلي بن أبي طالب، والدليل أن الأنصار عندما اجتمعوا بعضهم البعض يريدون أن يخرجوا أميرا عليهم، لأن هذه المدينة مدينتهم. فعندما أتوهم المهاجرون قالوا منا أمير ومنكم أمير. لو كانوا يعلمون أن علي بن أبي طالب وصي لم يقولوا منا أمير ومنكم أمير. نعم. ولم يجتمعوا الأنصار ويخرجوا أميرا عليهم. اجتماعهم الأنصار لوحدهم واجتماعهم مع المهاجرين وقولهم منا أمير ومنكم أمير دليل على عدم وجود قضية اسمها إمامة علي بن أبي طالب. والدليل على هذا نريد أن نسأل الشيخ الكوراني أو غيره. نعم. متى علم أو أخبر علي بن أبي طالب؟ السؤال بالإمامة. نعم. كان يعلم؟ هذا السؤال مهم أخي الفاضل. وهل قبل الإخبار كان يعلم؟ نعم. يا شيخ
عند الشيعة علي بن أبي طالب عندما ولد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أني وصي رسول الله، وهذا قبل النبوة 8 سنوات. بل إن رواياتهم أن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتت فاطمة بنت أسد زوجة علي زوجة أبو طالب وقالت يا أبو طالب لقد رأيت أمرا عجبا. قال ما يا فاطمة؟ قالت رأيت مولودا. قال يا فاطمة لا تستغربي من ذلك الأمر فإنك سوف تلدين وصية. يعني أبو طالب يخبر فاطمة بنت أسد لا تستغربي بولادة هذا الرجل المولود أي النبي صلى الله عليه وسلم فإنك سوف تلدين وصية. ما أدري أنا شلون عرف أبو طالب أنه بولادة النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون عليه مؤمن. أبو يوسف دعنا نستمع إلى الأخ فراس من العراق. أنت معنا الهاتف أبو يوسف، تفضل أخ فراس. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. هنالك كثير من الهاشميين والذين كانوا يوالون الرسول في حياته الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر وهم يذكرون تذكر أسمائهم في صحيح البخاري ومسلم، منهم الإمام علي ذكر تخلفه عن بيعة أبي بكر البخاري ومسلم في صحيحين، وعن عائشة في حديث قالت وكان لعلي من الناس وجه حياء فاطمة فلما توفيت استنكر على وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر مبايعتها ولم يكن يبايع تلك الأشهر، مذكور في صحيح البخاري المجلد الثالث صفحة 1286 المغازي. يعني بايع يا أخي فراس ولا ما بايعش؟ يعني الإمام علي بايع بعد خطة بايع لمصالح بايع لمصالحة الناس. ولا أنتم تذكرون في أحدكم أنه أبا بكر عندما لاقى الإمام علي عندما جاء من تجهيز الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أتريد أن تشق عصا الإسلام يا علي؟ فتعترفون بذلك لأبي بكر، فهل تشكون في أن عليا يريد أن يشق عصا الإسلام؟ أرجو الإجابة منك حاليا حتى أتمكن من الحديث. نعم، تفضل يا أبو يوسف، أنت معنا على الهاتف يا فراس، تفضل يا أبو يوسف. الفاضل من التناقض، أي إسلام يقصد؟ إسلام مقداد أبو ذر وسلمان الفارسي؟ أي سلمان يقصد؟ إذا كان يريد الإسلام لماذا يقاتل صفين ويقاتل الزمن؟ هذا تناقض. الله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هل علي بن أبي طالب جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم؟ هل علي بن أبي طالب يأمر الناس بالبر وينسى نفسه هو وأهل بيته؟ هذا تناقض أخي الفاضل. الله عز وجل يقول ولكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. طب نسمع إلى يا شيخ يوسف. أبو يوسف اتفضل يا فراس، تفضل. ها لم تجي مع السؤال يا جان، تفضل قل سؤالك مرة أخرى. تفضل. عندكم في صحيح أنه أبو بكر له من الله ما يستحق قال أن الإمام علي عندما جاء من تجهيز النبي ودفنه هو وابن هاشم قال له يا علي أتريد أن تشق عصا الإسلام؟ ده بعد 6 أشهر ولا على طول مباشرة؟ بعد التجهيز يا أخي، ولا ما كان الرسول باقي 6 أشهر بدون تجهيز على ما يبايع الإمام علي؟ طيب سؤالك بقى، تفضل سؤالك. إذا كنتم تنسبون ذلك إلى أبي بكر فهل تشكون بأن عليا كان كذلك؟ وأن عليا قد ذكره رسول الله وقال الخلافة بعدي 30 عاما. وانظروا من بين الفترة الزمنية من بين وفاة الرسول حتى وفاة الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام كم كانت من السنين؟ هذا دليل بسيط يعني اللي يريد يهتدي إلى الحق انسابا إلى قول الرسول. يعني ماذا تريد؟ لخص سؤالك بس يا أخي فراس، لخص سؤالك. كم كانت الفترة الزمنية من وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ووفاة الإمام علي؟ ألم تكن 30 عاما؟ يعني أنت ولماذا تنسبون الخلافة لآل أمية؟ طيب أنت تقول لآل أمية خلافة كانوا يسندون على الكراسي. عشان أفهم السؤال، أنت تقصد أن الإمام علي أو تقول بأن الإمام علي لم يبايع؟ يا أخي الإمام علي بايع لحفظ الإسلام لكي لا يقولوا أن الإسلام تشتت بعد وفاة رسول الله. أي إسلام؟ وهو أفضل من يجسد ذلك. يا أخي فراس، إذا كان هناك نص من الله بإمامته كيف يبايع؟ هنرجع لكلام سمحت الشيخ حسين غبريز أنه بايع سياسيا، كيف يكون عندك نص وأنت رجل قوي؟ يعني أنت أخ من العراق، يعني من عائلة كبيرة مثلا،
خد بالك، ولديك الحق المؤيد من الله من السماء بنص رسول، بنص القرآن ونص من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحاديثه. يعني كيف تتنازل عليها لتشق أو ما تشقش؟ مش دي القضية. وحتى لو هو بايع، لو هو بايع لكي لا يشق عصا الإسلام أو أو أو, أو يشق زي ما قال أبو بكر أو ما قالت أبو بكر، إذن علي الإمام علي رضي الله عنه وارضاه اعترف بإسلام أبو بكر وعمر وعثمان، مش كده ولا إيه؟ ما هو مش هيبايع كافر. نعم صح كده. إذن أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر وعثمان كانوا مسلمين، لم يكونوا كفارا، أليس كذلك؟ فضل. يا أخي وين كانوا مسلمين؟ يا أخوان كانوا مسلمين. الله. طب طالما بيعهم الإمام الله ورسوله. يا شيخ يا فراس، يا شيخ فراس، يعني إذا بايعهم الإمام. يا أخي أنا لست شيخ، أنا لست شيخ رجال. يا أخي فراس أنت أخي. أنت أخي في الله، أنت أخي في الله. اسمعني بس. طب اسمعني بس. يعني الإمام بايعهم، اتفقت معك. طيب بايعهم رضي الله عنه وأرضاه، إذا كانوا كفار ولا مسلمين؟ هي دي القضية. أنت تقول إيه مين من المسلمين؟ يعني هل الإمام يستطيع أن يبيع كافر؟ يبيع دين الإمام رضي الله عنه وأرضاه؟ يا أخي تبدأ ده حتى المهاجرين، استنى بس هقول لك أنا ده حتى المهاجرين لما هاجروا إلى الحبشة، ولا لما هاجروا إلى المدينة، واخد بالك يا أخي فراس، يعني هاجروا عشان يفلتوا بدينهم، يمشوا بعيد عن كفار بدينهم. الإمام يبايع كفار زي أبو بكر وعمر وعثمان عشان ما شقش عصا الإسلام؟ طب إزاي هو معترف إن هم كفار، أو أنت بتقول عليهم كفار وهو الإمام بايعهم؟ اتفضل يا سيدي. هو قطع. يعني بصوا يا جماعه، بصوا التضارب. يعني انا لست مناظرا والله، انا بس اقدم هذا البرنامج، لكن انا من خلال المعلومات اللي باخدها من سماحه الشيخ علي الكراني، من سماحه الشيخ، من فضيله الشيخ عدنان، من الشيخ شهيد، ببدا اربط بس الحلقه عشان الرساله توصل. هو بيقول بايع، ولان ابو بكر قال له رضي الله عنه وارضاه يعني لا تشق عصا الاسلام. طيب الامام يبايع، بقول له طب ابو بكر وعمر وعثمان كانوا كفار، ازاي بايعهم الامام؟ قال لك لا، مين قال ان هم كانوا مسلمين؟ واخد بالك؟ قال يعني حتى رد كده بالظبط كده اللي قاله، قال ابو بكر عليه من الله ما يستحقه، عليه من الله، سجلها بس عشان ايه ما انساهاش، عليه من الله ما لا او ما يستحقه، يستحقه. فده يا جماعه انا في هذا البرنامج نرجو ان نلتزم، لا نكفر احدا ولا نفسق احد ولا نصنف احد. يعني انت سلفي، انت شيعي، انت وهابي، انت بوذي، انت ايا كان، زي ما قلنا هدفنا في صفا ان نوصل الحق، وزي ما قلنا الاسلام ادبنا ان نستمع الى الحق اذا كان حقا. وليس هناك حق يا اخواني افضل من القران. القران هو النبع الصافي الذي تكفل الله بحفظه. عموما يعني اكمل روايتي. فلما سألته الإمام علي المفروض أنه هو بايع عشان ما يشقش عصا الإسلام، إذن كانوا مسلمين؟ يعني بصوا كلام، بصوا الرواية بتاع الأخ فراس. الأخ فراس بيقول إيه؟ بيقول بايع حق، لأن أبو بكر قال له لا تشق عصا الإسلام. الله، إذن هو بايع مسلمين. تمام. طب لو هو معترف الإمام بأنه هم كفار، كان قال له لا أبايع كفار، أنت بتقول لي مسلمين يا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، ما بايعش كفار. كويس. علي الإمام علي رضي الله عنه أجبن، يتهمونه بالجبن والله، يتهمونه بانه جبان، يعني بايع عشان بايع كفار عشان يداهن ويبايع ويتقي. خد بالك. وهناك من الناس من هاجر بدينه من هم اقل مكانه من علي، واقل منزله عند النبي وعند ربه، خد بالك، واقل منزله ومكانه في قريش، كل ده والامام علي البايع وبساله طب دول كفار ولا مش كفار؟ قال عليه من الله ما يستحقه. يعني طبعا هو ما رضيش يقولها، بارك الله فيه ونشكر له هذه يعني التقيه الجميله. يعني يا إخواني والله إن علي بطل، وإن مصر كلها والعالم الإسلامي كله يحب علي وآل البيت. وانظروا في العالم الإسلامي كله ستجدون مدرسة علي بن أبي طالب، مؤسسة علي بن أبي طالب، مؤسسة الحسن، مؤسسة الحسين. ما في سني على وجه البسيطة من المليار ونص سني ذكر أو يذكر آل البيت بسوء. وآتوا لنا بكتاب مؤلف سواء عن النت أو مؤلف في المكتبة أو كتب قديما أو كتب حديثا، تجد فيه أحدا من أهل السنة ذكر آل البيت بسوء، ولكنهم يخوضون في كل الصحابة الذين نقلوا الإسلام. وأعتقد أنهم بيعملوا كده وجهة نظري، يعني يشككوا في الثلاثة الأول تحديدا، الصحابة عندهم كلهم كفار، يشككوا في الثلاثة الأول تحديدا أبو بكر وعمر وعثمان. أبو بكر أمر بجمع القرآن، عمر جمعه، عثمان صحفه. فإذا ما شككنا في كفر هؤلاء وأثبتهم برواياتهم المكذوبة الهرطقات أنهم كفار، الشك الأولى اللي هو القرآن. فنرجع تاني نقول القرآن محرف زي ما هم بيقولوا ولا يعترفوا بذلك.
يعني عفان الله. أبو يوسف أنت معنا على الخط، تفضل. أي نعم، السلام عليكم. أخي الفاضل، أخي فراس الفاضل، والله والذي لا إله إلا هو، إني أحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأحب أهل بيتهم وتقرب إلى الله عز وجل، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون بجوار علي بن أبي طالب وأهل بيته. أخي الفاضل، والله العظيم أني أنا أدافع عن علي بن أبي طالب وأدافع عن أهل بيته من عقائد نسبت لهم كعقيدة العصمة والإمامة. أنا بسألك سؤال أخي الفاضل فراس، متى أخبر علي بن أبي طالب بأنه هو وصي رسول الله؟ متى أخبر؟ أنا ودي أجاوب قدام الشباب، قدام المشاهدين الآن. متى أخبر أو متى علم علي بن أبي طالب بأنه هو وصي رسول الله؟ بأي موقف، بأي آية، بأي حادثة؟ تفضل. لا يوجد. تفضل. لا، إذا كانت هذه العقيدة صحيحة نريد الجواب. أنا لا أعرف يا أبو يوسف ماذا تقصد يعني. لا نريد، لا إذا كانت هذه العقيدة صحيحة وإن الأدلة التي يستدلون بها الشيعة دليلا على إثبات وصية علي، أنا أريد أن أعرف من الأخ الشيعي أو من غيره، متى علم علي بن أبي طالب بأنه وصي رسول الله؟ متى؟ إحنا طرحنا هذا السؤال، طرحنا هذا السؤال أبو يوسف على الإخوان الشيعة في رمضان، يعني ذكروا أنه كان يعلم قبل بعثة محمد، ده اللي أنا متذكره من الحلقات. بس أنا أروي لك رواية هذه، أن الأنبياء عوقبوا من أجل ولاية علي. شكرا عليك. هذه الرواية بين حوار بين علي بن الحسين الإمام سلام الله عليه وبين حوت يونس، تخيل. قال الإمام علي بن الحسين: يا أيها الحوت، قال: فاطلع الحوت رأسه من البحر مثل الجبل العظيم وهو يقول: لبيك يا ولي الله. فقال علي بن الحسين: من أنت؟ قال: أنا حوت يونس يا سيدي. قال علي بن الحسين: حدثني بخبر يونس. قال: يا سيدي، الآن أريد أن تسمعوا أحباب الكرام معتقد الشيعة في الأنبياء. يقول: يا سيدي، إن الله تبارك وتعالى لم يبعث نبيا من لدن آدم إلى أن صار جدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا وقد عرض عليه ولايتكم أهل البيت، فمن قبلها من الأنبياء سلم وتخلص. يعني القضية مو قضية الصحابة ارتدوا، حتى الأنبياء عرضت عليهم الولاية وأنكروها ارتداء ثم تابوا إلى الله عز وجل. أكمل. ومن توقف عنها، ها يعني في أنبياء توقفوا، ومن توقف عنها وتتعتع في حملها، الآن يقرأ علينا من الذي توقف. يقول: لقي ما لقي آدم من المعصية، وما لقي نوح عليه السلام من الغرق، وما لقي إبراهيم من النار، وما لقي يوسف من الجب، وما لقي أيوب عليه السلام من البلاء، وما لقي داود عليه السلام من الخطيئة، إلى أن بعث الله يونس عليه السلام فأوحى إليه أن يا يونس تولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. طبعا إحنا لازم نقول: اللهم صلي على محمد وآل محمد، حتى إيش؟ نقر بهذه العقيدة. وإذا ما قلت، أنت من الناس اللي تبغض أهل البيت وتنكر هذه الروايات الثابتة عنهم. يا شيخ يوسف، أبو يوسف، نعم، يعني إحنا عرضنا في رمضان أن الإمام علي حينما نزل من بطن أمه فاطمة بنت أسد، نزل وهو يقرأ سورة المؤمنون، نزل وهو يقرأ سورة المؤمنون، يعني قبل بعثة محمد، وكان يعرف أنه وصي. يعني طبعا وسألنا الإخوة الشيعة، قلنا لهم: أنتم تقولون أن الأئمة أفضل من الأنبياء، قالوا: ما عدا محمد، يعني الأئمة عندهم أفضل من الأنبياء جميعا، وطلبناهم بدليل من القرآن على أن الأئمة أفضل من الأنبياء. على أي حال، معنا فقط أعزائي المشاهدين فاصل، ثم نعود ونتواصل مع حضراتكم في هذه الحلقة. نشكر لك أبا يوسف من الكويت. فاصل ونعود حتى نلتقي والشيخ عدنان بن محمد العرعور الذي وصل توا. عدنا أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، واسمحوا لي أن أرحب باسمكم جميعا بسماحة الشيخ علي الكوراني. أهلا بك سماحة الشيخ علي. عليكم السلام
السلام ورحمة الله. أهلا بك أخي الكريم. وعليكم السلام. أيضا اسمحوا لي أن أرحب بفضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العلور المشرف العام على جامع السنة النبوية. أهلا بك شيخ عدنان. أهلا بكم المجتمع الجميع. سمعت شيخ علي، قبل أن ندخل في المناظرة اليوم بينك وبين فضيلة الشيخ عدنان، يعني كان هناك في الحلقة الماضية بعضا مما ورد، نريد بس تعليقكم عليه وتعليق فضيلة الشيخ عدنان. أول هذه الروايات أو الاتهامات أنكم اتهمتم الشيخ عدنان بعبادة الشاب الأمرد والعجل، فيعني الشيخ عدنان لا أريد إلا ما أمر الله عز وجل به، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والافتراء والكذب معروف في دين الله، وأنا ما أريد أن أرد أصلا، لا أريد. لكن بعض الناس قالوا لما لا ترد، لا اتهمك على رؤوس الأشهاد أنك تعبد الشاب الأمرد والعجل، فأنا لا أريد أبرئ نفسي بقدر ما أريد أن الشيخ زل به اللسان، فليتفضل بالدليل على ذلك. تفضل سمعت الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا المسألة معكم يا أخي الكريم، مع الوهابية كلهم، مع قناة صفاء، أنكم ما تعطونا وقت، وأنه في سيل من الاتهامات والشبه والجو تجون تفرضونا وما تخلون المناظر الشيعي يتكلم ولا يبين. الآن أنا سمعت في هذه المناظرة في هذه الحلقة نص ساعة تكلمت أنت والمتصلين حوالي 30 شبهة، وأنت صورت الموضوع كأن الشيعة يهود جاءوا ليشككوا بمن نقل القرآن. ثم سمعت الشيخ علي، سمعت الشيخ علي، سمعت الشيخ علي، أنا لست مناظرا بعد إذنك يا شيخ علي، بعد إذن حضرتك. اسمح لي أنت بس بعد إذن حضرتك، بس بعد إذن حضرتك. أنا لست مناظرا، ولا الشيخ صالح المتصل مناظر، ولا أبو يوسف مناظر، فكان ينبغي ألا نتصل بك من بداية الحلقة لأننا لسنا مناظرين. المناظر والذي هو ند لكم ونحسبه كذلك وأنت ند له الشيخ عدنان، هذا أمر. الأمر الآخر أنا بس أردت أن أعرض رسائل السادة المشاهدين الذين تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني. أنت تقول لن أعطيك الوقت، قبل أن يدخل الشيخ عدنان قمنا نحن بالاتصال بك، يعني سمعت الشيخ علي لابد أن يكون فيه هناك إنصاف، وأنا أجلس هنا فقط لكي أكون بين متناظرين من فحول المتناظرين في مذهب السنة ومذهب الشيعة، فقط هذه رسالتي. فمن فضل سمحتك، يعني الوقت بدأنا بك واتصلنا نحن بك، وكان لا ينبغي أن نتصل بك طوال ساعة لربع، مش نص ساعة، ساعة لربع وأكثر من ساعة لعشرة. ما ينفعش تدخل، أنا مش مناظر عشان يدخلوا مع حضرتك، يدخلوني مع حضرتك، أنا لست كذلك ولا لست أهلا للمناظرة مع عالم زيك يعني. بس إنما أردت بس أعمل شغل الإعلام، شغل الميديا، أعرض الرسائل، في إخوة شيعة قالوا رسائلهم عطها، في إخوة سنة قالوا، فبس نبدأ المناظرة. وأعتقد أن حضرتك بتقول شبهات، لك الفرصة أنك ترد عليها في حلقات قادمة، لكن خلينا بس فيما عرضناه وفيما أوردناه. تفضل يا سمحت الشيخ علي. خليني أتكلم. تفضل. عندي كلمتين. أولا نحن حاضرين لأن نتفق على مناظرة متكافئة وأصول. نعم. سيد رفيق الموسوي قال أنا حاضر أجيكم للقاهرة ونتفق ونوقع اتفاقية وتكون معلنة. إذا أنتم جادين نحن حاضرين للاتفاق معكم على مناظرة متكافئة، هذا أولا. نحن جادين. أنا عندي بعدين أجيب الشيخ عدنان، أصبر لي أجيب الشيخ عدنان. من شروط مناظرتنا أن نبدأ بمعبود الوهابية. من شروط مناظرتي، شروط معاكم، أن نبدأ ونثبت لهم ما ذكره الآن. أنا أثبت لك. قبل هذا هو ذكر عن مصر، عندنا رواية حول مصر أن من شرب من فخارها يخشى عليه من نقص الغيرة. لم تصح أي رواية في مصادر الشيعة في ذم مصر، وصحت رواية ينقلها مجمع الزوائد يصححها، يقول أنه حسنة. هذه تذم أهل مصر وتقول أن الشيطان باض وصرخ في مصر. وثبت أيضا أن الشيخ عدنان عرعور كفر أهل مصر كلهم إلا المصلين، له فتوى يقول فيها
أنه فإن مصر وبالتالي فإن مصر وسوريا والشام وباكستان كلها شعوب غير مسلمة وصارت وهذه أخذ عليه الوهابيون وعندهم كتاب انحرافات العرعور نشروها فيها يقول نحن لا نكفر الشعوب لكن جاءها من الاستعمار فظهر الكفر في الحكم ثم بعد ذلك تسلل الكفر إلى الشعوب. فإذا اللي يتكلم على أهل مصر ليس الشيعة. طب سمحتك يا شيخ علي بعد إذنك أنت في الحلقة الماضية ذكرتم الكلام عن مصر والدياسة وغير ذلك وقلت أن الذي تكلم يا سمحت شيخ علي بعد إذنك هذه تهمة سنية. يعني أنت قلت أن السنة الذين قالوا ذلك وقد طلبك الشيخ عدنان بأن تأتي بالدليل فقلت له أترك لسمحت الشيخ علي الثلاثاء القادم يأتي لنا بالدليل. تفضل. الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. الطبراني في الكبير ماذا قال؟ دخل إبليس العراق فقضى حاجته ثم دخل الشام فطردوه ثم دخل مصر فباض فيها وفرخ وبسط عبقرية يعني بساطة. إذن الرواية سنية. نعم شكرا لك يا سمحت الشيخ علي. وفتوى الشيخ عرعور شوف يا أخي أنا عندي نقطتين أبينهما إذا تسمح لي. أولا أحاديث في أن آية الولاية في علي وأنه تصدق في الخاتم لما خليتونا نبينها عن 9 من الصحابة. طب نخلينا بس في الشبه بتاع مصر الأول وبعد كده سمحت شيخ علي ندخل في المناظرة. يعني معك دقيقة على الشاشة انهي فيها قصة مصر والعجل عبادة الشاب الأمرض والعجل يعني واحدة واحدة. الآن أنا راح أودعكم ما لم تقبلوا بشروطنا وتعطونا الوقت الكافي. هذا يقول أسئلتنا تنهمر من التليفونات تنهمر. أعطوا المناظر الشيعي. أنتم معكم لا أعطيتوا الحاج وعد لا الشيخ شهيد لا سيد حسن البحراني لا الأخ محمود جابر لا سيد رفيق لا الجمري لا غبريس لا أنا ما أعطيتونا أي مجال وتجيب شبه وجايب لنا اليوم هذا كلمة من الشيخ محمد حسين كاشف الغطا رحمه الله كأنه وجد فيها وجد رأس كليب. تعطونا مجال لازم نتفق معكم على الوقت على الشاشة يا سمحت الشيخ علي الوقت على الشاشة نترككم وتسقط هذه القناة ونجيبكم بقنواتنا. يا أخي إذا ما تعطونا وقت وإذا تستعملون هاي الأساليب التهريج نحن نترككم ولا أسف. وأولا نقول أنه ليس العرعور ما كان يعبد الشاب الأمرد كان سني تابع المذاهب في الشام. إذا يريد يتعلم بالسعودية عبادة العجل وما تعلم ضيع المشيتين. نعم الوهابية يعبدون الشاب الأمرد وهذا مستندي. ابن تيمية يقول حديث صحيح عن النبي رأيت ربي في صورة أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. ابن كثير في 6490 تفسيره يقول إسناده على شرط الصحيح. بعد ابن باز يقول نعم الله خلق آدم على صورة الرحمن لما جسدوا الله وسووه مثل الغلام السريلانكي هذا عجل بس عجل سريلانكي مش استرالي. كلهم يعبدون العجل كل الوهابيان. وأول بند شرط من شروطي نناظركم في معبودكم في تجسيمهم أنهم هؤلاء مجسمة عند كل المسلمين نثبت لكم هذا ثم ننتقل إلى موضوع آخر. وشكرا. شكرا سمعت الشيخ علي. تفضل الشيخ عدنان. الحمد لله والصلاة والسلام على الوقت يبدأ على الشاشة. لحظة شوي هو الشيخ عدنان الشيخ علي خد دقيقتين في الأول قبل بداية وقت يا أخ عمر يبقى دقيقتين للشيخ عدنان ثم يبدأ الوقت 3 دقائق كما أخذ الشيخ علي. تفضل. لن أرد على كلمته التهريج وغير ذلك. سألناه سؤالا واحدا لاحظوا أيها المسلمون من شيعة وسنة كيف لف على السعودية ودخل في الشام وعرعور وغيره. السؤال أين دليلك أني أعبد العجل؟ الآن من وقتي تجيب فقط على هذا السؤال. دعك من قناة صفا ودعك مما قيل في مصر وغيرها لأري الناس كلهم هذا التدليس وأمام الأوراق عن كل ما دلست. السؤال الأول أين دليلك على تكفيري أني أعبد العجل؟ تفضل وهذا وقتي.
أعلن البراءة، أعلن البراءة من الشاب الأمرد والعجل وممن صح حديثه. طيب الجواب، لحظة، هذا وقتي، هذا وقتي. أنت الآن ادعيت وعند كل الأمم معروف عند كل القضاة أن البينة على المدعي. أنت قلت أنت تعبد العجلة، الآن عليك الدليل، قل هاتوا برهانكم. أنا ليس علي البراءة بقدر ما عليك الدليل، حتى إذا عجزت أنت عن هذا الاتهام ودليلك فيه سأجيبك أنا. فضل هات دليلك على تكفيري. دليلي، دليلي أنك عندما تركع وتسجد وتقول أوحد الله تقصد الشاب الأمرد الأجل. عفوا أنا ما كنت أظنك أنك تعلم الغيب كالأئمة وكالمسردب في السرداب. أنا آسف للجمهور، سمعتم دليله، هو في قم وأنا في القاهرة المانعة، القاهرة، القاهرة، سأل الله أن تكره أعداء الحق، أنا في القاهرة وهو يعرف نيتي في ركوعي وسجودي، علم الحمد لله، علم اليوم كل شيعي أن الكوراني يعلم الغيب وما بس الغيب، النيات، وعلم عندما أقول سبحان ربي الأعلى أعني العجل. أرأيتم هذا الافتراء على ملايين من الناس المشاهدين؟ فإذا كان هذا على الملايين، بالله عليكم أيها المسلمون، فما بالكم ماذا يقال في حوجاتهم؟ أنا مش فاهم إيه القصة، حكينا القصة. أنا لا أعلم، لا يعني إيه عبادة العجل؟ بارزك سمحت شي حالي، بس أنا أريد أن أوصل المشاهدين. ليس لي، اسمع، لا لا لا، هذا وقتي، ليس لي أنا علاقة لا بابن تيمية ولا بمحمد عبد الوهاب ولا بزيد ولا عمرو، أنا لي علاقة بك بسؤالك. قلت أمام الملايين أو أمام مئات الألوف عدنان يعبد العجل، فالآن إما عليك الدليل أو كما قال تعالى فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أعطني الآن دليل، ما لي علاقة بابن تيمية، كيف عرفت أني أعبد العجل؟ تفضل، أنت وقتك انتهى لك دقيقتين خلاف الوقت، تفضل. اشحال محسوب على السلفية، تمدح بابن تيمية، تمدح بابن باز، تمدح بابن عبد الوهاب. ليست هذه نقطة البحث، لا ليست هذه نقطة البحث ابدا، ليست هذه نقطة البحث، هم أئمتك، ليس هذه نقطة البحث، هم أئمتي أئمتي وأنا أتشرف بذلك، لكن ليست هذه نقطة البحث. لا خلاص اسمع، أعطيني دليل وإلا فليشهد الجميع، يشهد الجميع أنك افتريت في تكفيري وفي عبادتي للعجل. الحمد لله علم الناس كلهم أنه ليس عندك دليل. أما مسألة مصر، 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 اسمعوا يا مسلمون، خلاص عرفتم الآن من الذي كذب على الثاني. لك دقيقتين فقط زيادة عن وقتك، تفضل. بحار الأنوار أعظم كتاب عندهم، من أعظم 4-5 عندهم الكافي، اسمع ماذا يقولون. وقذفها في أهل السنة، وذاك حديث مبيض عليه الشيطان، حديث مبيض عليه الشيطان عند أهل السنة، وهو حديث مكذوب ذكره أهل العلم، سأتيكم بذلك. يقول عن أمير المؤمنين علي بحار الأنوار للمجلس، هذا الذي أخفاه، صفحة 7، الجزء 57، 202. طبعا هو ما أتى بأي شيء على ما ذكر. أبناء مصر، أعوذ بالله من الكذب والافتراء، لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير. مصدر آخر في بحار الأنوار، الجزء 13، 182. يقول رواية سنية، اسمعوا، أعوذ بالله، والله المسلم يستحي أن يكذب بينه في جوف الليل. شكرا لوقتك، انتهى 5 دقائق، أكمل نعم. وقتك هلا، تفضل شيخ علي، تفضل. أنا قلت وما زلت أقول، لم يصح عند علمائنا وفقهائنا أي حديث في ذم مصر، وصح عندهم هذا الحديث الذي رواه الطبراني. طب يا فضيل الشيخ علي، يا سماحة الشيخ علي، يعني الشيخ عدنان أتى ببحار الأنوار، بعد إذنك الشيخ علي، الشيخ عدنان أتى ببحار الأنوار الجزء 57 والصفحة. الأنوار بحار
في كل هات لي هات لي هات لي دليلك من السنه، دليلك من السنه سمحت شيخ. مجمع يجمع انواع الروايات اللي عندنا، لم يصحح احد كل ما في بحار الانوار صحيح؟ لا، ما حد يلتزم به. شوف يا اخي، عندنا منهج، نحن منهجنا الشيعة أن كل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام يجب أن يخضع للبحث العلمي، وفي كل عصر يكون مرجع ومتخصصون هم الذين يصححون ويضاعفون. ما عندنا شيء كومبليت وصفرة شتة مثل البخاري مقبول على طول، ما عندنا. كل كتاب، كل حديث في البحار، في الكافي، في غيره، لابد أن يخضع للبحث العلمي. إذا صحح ومراجعنا وعلمائنا تحتجون علينا به، أما موجود في بطون الكتب أنواع موجود، لكن هذا صححه مجمع الزوائد ورواه في الأوسط وفي الدر المنثور مجلد 312 وصححه في مجمع الزوائد 1060 وشكرا. نعم، تفضل يا شيخنا. اسمع هذا الحديث الذي نزله للطبراني، اسمعوا أيها الإخوان. ذكره الإمام ابن الجوزي في الموضوعات، وهم ذكروا دياثة مصر في الأمهات. الله أكبر، انظروا إلى هذا الفرق الكبير. إحنا على السنة عندنا كتب خاصة في الموضوعات، ابن الجوزي اسم الموضوعات، الآلي المصنوع علي السيوطي، الفوائد المجموعة الشوكاني، بيجمعوا الكتب الأحاديث المكذوبة وبينبه الناس عليها. لاحظوا، ومنها حديث الشاب الأمرد، ومنها حديث هذا الحديث. اسمعوا، يقول ابن الجوزي عن ابن وهب اللي روى الحديث كذاب. لاحظوا، يريد أهل السنة أن ينبه، يقول كذاب وأدخل الحديث في الموضوع، وقال في اللآلئ السيوطي إلى، وقد رواه الطبراني ما ننكر ذلك إلى آخره. لاحظ، إذا وضعه السيوطي، اسمع، حديث آخر أو لا لا لا، هو دخل أبدا، شوف اقرأ نفسه، أيوة دخل. في وقتك يا شيخ علي، 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 10 ثواني وانتهى وقت الشيخ عدنان وارجع لك، تفضل. دخل إبليس العراق، افتحوا أيها المسلمون كتاب الموضوعات عن طريق المعاجم. دخل إبليس العراق فقضى فيه حاجته، ثم دخل الشام فطردوه، ثم دخل مصر فباض فيها وضرخ وبسط عبقريته. رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده ضعفاء، وفيه أحمد بن عبد الرحمن أخي ابن وهب قال ابن الجوزي كذاب. الآن أنا أسأله من الذي قال عن حديثكم في دياسة مصر كذاب؟ أعطيني مثل ما أعطيتك، تفضل. شوفوا، أنا أتيت له بحديث قال رجاله ثقات أحد خبرائهم الهيتمي في الزوائد، ولم يأتي لنا بأي عالم صحح شيئا في ذم مصر، مضافا إلى أننا نحن نتحفظ عن كل الأحاديث في ذم البلاد ومدحها، لأن وراءها كانت دوافع، وخاصة اللي يمدح الشام، هذا حديث شامي لا نقبله، لأنه يقول أهل الشام طردوا مصر، طردوا الشيطان، طردوا الشيطان، بل قبلوه وبايعوا معاوية، كيف طردوا الشيطان؟ ما عندنا ما صح حديث في ذم البلاد ككل وأهلها وأجيالها، وعندنا في مدح مصر وأن الإمام المهدي يدخلها ويتخذها منبرا للعالم، أحاديث في مدح مصر كثيرة عندنا، حتى في مدح نجد عندنا، وهؤلاء عندهم في ذم البلدان، نحن نتحفظ على كل أحاديث في ذم البلدان ومدحها. لذلك
ما يمكن، لا يوجد عالم صحح الأحاديث في ذم مصر. أعطني أي عالم صح هذا الحديث أبدا. هذا الحديث عند السنة، بعضهم ضعفه كابن الجوزي وبعضهم وثقه كالذي نقلت لك. إذا حديث عند متخصصي السنة مختلف فيه، منهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولكن أحاديثنا اللي في مصادرنا في ذم مصر لم يصححها أحد وشكرا. أعطني واحد ضعفها تفضل. يمكن أراجع لما ما صح. خلاص تركناك أسبوعا كامل تركناك أسبوعا كاملا للمراجعة، أسبوع كامل، والآن تقول سأراجعها. فرأيتهم لا يفتون بالكراهة الشرب من فخار مصر، لأن عندنا حديث الكراهة. لا لا أنا هذا وقتي، هذا وقتي. لا هو دقيقة الآن، لسه 40 سنة، لسه 40 سنة. تفضل سمحت شيخ علي تفضل. لما ما يفتي فقهاءنا بمضمون الحديث معناها سقطوه، ما يفتون بمضامين هذه الحديث معناها سقطوها. وهذا أمر واضح. شوف يا أخي، عندنا هذه سيوطي، سيوطي يتكلم على أهل الشام، كيف ضعفتوا جند مصر، جند المغرب اللي النبي مدح جند المغرب وأهل مصر، حديث أهل مصر ومدحهم يضاعفونه أهل الشام. هذا نعم موجود، جند المغرب. شوف حديث جند المغرب والسيوطي يحمل راية، والحمد لله عنده. شكرا شكرا لك، الوقت انتهى يا شيخ علي. شكرا لك. ما هي نقطة البحث أيها المسلمون؟ ما هي نقطة البحث حتى تعلم الصادقة منا؟ ما هي نقطة البحث؟ قال أن رواية الدياسة رواية مصر سنية، أليس كذلك؟ الآن هل سمعتم هذه الرواية في كتبنا؟ نط إلى الشيطان، نط إلى جند المغاربة. يعني هناك من ضعفها في أهل السنة. من هي؟ اللي هي رواية الدياسة. لا لا توجد. لا توجد. لا، هو قال سنية. هل أتى بها سنية؟ أنت أتيت بها في البحار. لا وهو سيدي. قال وفي الكافي، الكافي جزء السادس 386، والذين نصوا على تصحيحها. ثم لاحظ، لم يأتي بعالم علق عليها، وهذه ليست قضيتنا. الأسبوع القادم. الأسبوع القادم. لكن لمو في الأسبوع القادم في نقطة. نحن تركنا أسبوع على أن ينسب الدياثة، رواية الدياثة كان لأهل السنة. لأهل السنة. الحمد لله ظهر الحق الآن، ظهر جليل. وهي رواية شيعية. ليس أنها رواية شيعية في 3-4 كتب شيعية معتبرة. معتبرة بحار الأنوار، الكافي مثل البخاري. طب الكافي كنت تقرأ رواية الكافي. رواية الكافي. يقول في رواية: لا تأكلوا من فخارها ولا تغسلوا رؤوسكم من طينها أو بطينها عفوا، فإنه يذهب بالغيرة ويورث الدياثة. في الكافي عندهم. هذه قال أنها رواية سنية. نطع المغرب وطلع القمر ورجع لتضييع أذهان الناس. نغلق هذا الملف. بقي عندي سؤال. فضل. العجل ما أتى علي بدليل واتهمني وكفرني. الدياشي ما أتى رواية سنية الحمد لله كلكم شهود، وقال يحتاج أسبوع تاني مثل المحاكم يعني. طب بقي قضية قبل هذا هو. قال أن الحسن تنازل لحديث النبي لمعاوية رضي الله عنه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. جاهل. الخلافة من بعد 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا. فارتكب في هذا حسنة، وأنا أشكرك أشكرك، وقد ظهر الحق في روايتك هذه، والله هي بشرى لكل سن وشيعي. عندما قال أن الحسن علم بحديث النبي الخلافة 30 سنة، معنى ذلك أن الحسن مقر بالخلافة على منهاج النبوة بمن سبقه. يعني الحسن أقر بأبي بكر وبعمر وبعثمان وبعلي، ثم تنازل لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك دلالة واضحة من لسانه أن الحسن يقر بالخلافة. لاحظ مسألة. والثانية، ما أريد أن أقول كذبة أدبا، لكنه لم يأتي بأنه كالعضود يعض الكلب. لا في وقتك، في وقتك.
سمحت الشيخ علي وقتك بدأ الآن وقال أنت بعد إذنك سمحت الشيخ علي بعد إذن حضرتك أنهينا الشبه التي كانت في الحلقة الماضية. هناك قولة أخرى ذكرت أو ذكرتها سمحتك في الحلقة الماضية, قولة أهل السنة أنهم يكفرون من أنكر خلافة أبو بكر, أنت قلت ذلك. نعم نعم شكرا, هذا موجودة وأكيدة. نعم. يا أخي الكريم أنت لاحظ الرواية التي قرأها من الكافي, لا تشربوا بفخار مصر ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها فإنه يورث الدياثة. الغسل بالطين, غسل الرأس بالطين, وعندنا بالطين الأرمني, وقلنا في كتب فقهكم ارجع للطين الأرمني, ماذا أصنع له إذا هذا ليس فقيها؟ وأنا حاضر لأن أناظر حلقة حول مصر, وأن الشيعة يمدحون مصر إيجابيين تجاه مصر أكثر من السنة. أنا حاضر لمناظرة كل ما ورد في مصادر. طب يا سمعت شيخ علي مع حضرتك, بس استنى استنى يا سمعت شيخ علي بعد إذنك, سمعتك اللي قلت هذا الحلقة الماضية لم نذكر هذه الشبهة, أنت ذكرتها فاضطررتنا للرد عليها. يعني سمحتك نلتزم, هو اللي بدأها, نترك هو اللي بدأ, هو اتهمنا وقال شيلوا من كتبكم وصف هذا الوصف. قلت له هذه رواية سنية, يعني مضمون سني, مضمون الذم لمصر هذا سني. نعم. طب نتجاوز بناء على رأيك ونقول أن أهل السنة أنت ذكرت أنهم يقولون بتكفير من أنكر ولاية أبي بكر, ناخذ رد الشيخ عدنان ممكن؟ أنا اسمح لي, أنا لست حاضرا للمناظرة أبدا في هذه القناة, لا أنا ولا الشيعة. يريد ناظر يناظر بشرط أن يكون اتفاقية متكافئة, وأول البحث قضية ما العجل اللي عبدوا له السلفية الوهابية والعرهور. بهالشرط شروط اتفاقية مناظرة موقعة, وأول الموضوعات الألوهية, وهؤلاء رافعين راية التوحيد حتى نثبت للعالم أنهم مجسمة وعباد عجل, وحكم عليهم المذاهب الأربعة بأنهم مجسمة. وأستودعكم الله وشكرا. الحمد لله. أيها الإخوان اسمعوا إلى هذا الهروب العجيب العظيم. والله اليوم كل شيعي سني, كل شيعي وسني منصف عرف, لأنه خجل أمام الناس وقالوا له في بعض المواقع لماذا وضعت نفسك في بيسموها خانة اليك هذول البلاو, في مأزق وضيق, ليش وضعت نفسك وكذبت؟ هذه رواية موجودة عندنا, اسمعوا الرواية, هو الآن بدأ يأولها, والتأويل فرع التصحيح, يعني ما أولها إلا أنه يعتقد صحتها. اسمعوا الرواية التي في الكافي, سمعتوا, اسمعوا الثانية لكني كنت خبأتها له فهو فرع. قال وفي رواية امتحوا مصر لا تطلب المكث فيها ولا أحسبه إلا قال وهو يورث الدياثة, يعني المكث في مصر. الكافي الجزء السادس صفحة 386. فهو ماذا سيفعل بهذه الرواية التي إن مجرد المكث؟ لكن لما رأى ورطته ولم يستطع, ما رأى جواب إلا الهروب. أما ما ذكره عن الهيثمي, أيها الإخوة, قد يكون السند بس من باب الفائدة, الرجال ثقات, لكن في علة أخرى, يعني هو لا يكتفى بصحة أو بصدق الرواة, يكون في علة, قد يكون الانقطاع. تعالوا نقرأ كلام الهيثمي, يعني الحلقة الماضية سبع كذبات, ليش سبعة؟ أنا فكرت كثير, رأيت أنه سبع سماوات, سبع أراضين, سبع أيام في الأسبوع, سبع كذبات, فمش عارف شو التوازي. اسمعوا الكذبة اللي هم ألقاها, اسمعوا. الهيثمي روى الحديث ثم قال وهو من رواية يعقوب ابن عبد الله ابن عتبة, لاحظوا, عن ابن عمر ولم يسمع منه, يعني إذن في مجهول. لم يسمع, لاحظوا أخوان, ما هذه الجرأة؟ ولم يسمعوا من باب الأمانة, ورجاله ثقات, فلماذا أسقطت؟ صدقني بعطيك الآن هدية اللي تريدها, بس ارجع وبس قل لي بس هذه, ليش أسقطت؟ ما الذي دفعك أن تسقط ولم
يسمع منه معنى الله عليم من روى الحديث. فأخذه ابن الجوزي وقذفه في الموضوعات وهم قذفوه في أعظم كتاب الله. هل أجاب عن حديث الحسن؟ عندما قلت له قبل قليل إن الحسن قال تنازل لأجل الحديث، إذن الحسن يعترف بالحديث رضي الله عنه وأرضاه، وإذا كان يعترف بالحديث يعترف بخلافة، يعترف أن هناك خلافة قبله طبعا. لكن الأسئلة التي رتبت له اليوم والله تثلج كل منصف شيعي وسني. وإذا بتريد أتم أو ما تتم يعني أعزائي المشاهدين، أو نطلب أي واحد غيره يعني وتخلص وتخلص لحظة أقول للشيعة لا وتخلص سمعت الشيخ علي تفضل لا يقول سمعكم الله لا ومعنا الهاتف تفضل. شوف أخي الكريم تفضل يا شيخ، حاضر أني أناظر يا أخي الكريم حول موقف أهل البيت ومصادرهم من مصر كاملة. نحن نكمل حلقة الحلقة الماضية سمعت الشيخ علي وهي حول الإمامة، يعني في الإمامة سمعت الشيخ علي بعد إذنك. أنا أريد أن أبدأ من معبودهم أريد أن أبدأ يا سمعت الشيخ علي بعد إذن حضرتك. اتفاقية بعد اتفاقية معكم واضحة النقاط على أصول المناظرة وشروطها. وشكرا. ما أجبتني عن سؤالي لماذا أسقطت أيها الأستاذ اسمع صدقني يا أستاذ صدقني كل شيعي أحس عندما اتهمتني بعبادة العجل عض يدينا. ما نترك نتجاوز هذه ونرجع إلى مناظرتنا الأصلية. سؤال لماذا أسقط قول الهيثمي أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر أمام الناس؟ لماذا أسقطه؟ يجيبني. تفضل يا سمعت الشيخ خالد. اعتذر وأغلق الخط في وجهه، يعني طيب هو يحاول الاتصال بسماحتي مرة أخرى لكي نستكمل حديثنا حول الإمامة. وأعتقد يا إخواني حتى تؤتي المناظرة ثمارها يعني هناك أسئلة نستكمل بها الإمامة كنت قد طرحتها في آخر الحلقة الماضية، هي لابد من سماحة الشيخ علي أن يثبت أن لفظة وليكم معناها إمامكم بالمعنى الاصطلاحي اللغوي، وذلك على سبيل القطع، لأن زي ما قلت في بداية حلقة النهاردة أن الأصول لا تؤخذ بالمتشابه ولكنها تؤخذ بالمحكم. فإذا كانت المسألة إمامكم تحتمل وليكم تحتمل أكثر من تفسير في القرآن فهي لا تصلح دليلا على الإمامة. السؤال الآخر إثبات أن صيغة الجمع في الآية اللي هي والذين آمنوا أو الذين آمنوا هي المقصود بها الإفراد للجمع، طبعا هي الذين آمنوا، فيعني كيف نثبت أنها مفرد؟ هو المفروض المولى عز وجل قال الذي آمن، يعني اللي هي الآية أنا أذكركم بها أعزائي المشاهدين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. والذين آمنوا كيف يعني مطالب الإخوة الشيعة وسمعت الشيخ علي أن يأتوا بها على سبيل الإفراد للجمع، يعني هي الآن في القرآن مجموعة الذين آمنوا ما قالش الذي آمن. دي السؤال الثاني اللي طرحته الحلقة الماضية. السؤال الثالث لابد من إثبات أن هذا المفرد، يعني بعد ما نثبت أن الذين آمنوا هي الذي آمن نقول أن هذا المفرد مقصود به عليه، ده سؤال الثالث. سؤال الرابع لابد مع هذه الثلاثة اللي هي الأولانية اللي هي إثبات أن وليكم إمامكم على سبيل القطع مش على سبيل الشبهة، لأن قلنا المتشابه يتبعوا إيه يعني الذين في قلوبهم زيغ، ونتمنى ألا يكون من إخوان الشيعة ولا السنة من في قلبه زيغ. الأمر الثاني آية الذين آمنوا تثبت على سبيل الإفراد. الثالث أن يكون المفرد هو المقصود وحده عليه قطعا لا ظنا. أربعة أن لابد مع هذه الثلاثة دلالة الآية على 11 بالتشخيص، يعني أثبتنا الإفراد وبعدين الإفراد ده هذا أثبتناه لعلي ثم بعد علي 11 الأئمة الآخرين يبقى موجودين برضو معانا، ثم بعد ذلك لابد من شرط خامس هو الإثبات القاطع بأن الواو حالية لا عاطفة، حالية يعني تثبت حال الركوع، حال الهيئة، ركوع الهيئة وليست ركوع الخشوع والخضوع. ستة لابد أيضا من إثبات أن المقصود بالركوع هو الهيئة وليس الخشوع والخضوع، وذلك على سبيل القطع للظن لابد من إثبات أن عليا كان غنيا مالكا للنصاب الزكاة. وطبعا احنا أردنا رواية في الكليني الحلقة اللي فاتت وقلنا أن الإمام علي لما سألوا الكليني في أصول كهف الجزء الأول صفحة 409 قال أما على الإمام زكاة؟ قال قد أحلت يا أبا محمد. سألوا أبي بصير عن أبي بصير
أنه سأل الإمام قال أحلت يا أبو محمد أي سألت عن أمر مستحيل، ألا تعلم أن الإمام يعني يجمع الله الدنيا له إلى آخر الرواية، هي عندي لا أريد أن أذكرها كاملة. إذن الإمام كانت لا تجب عليه ولا هو النبي زكاة. لابد من إثبات أن عليا كان غنيا ملكا صاب. الشرط الثامن أن عليا تصدق بالخاتم وهو راكع، وقد روينا الإخوة الشيعة قالوا أنه بالخاتم، روينا رواية الكليني قالوا أنها حلة بألف دينار، فيعني آخرها التاسع برضو إثبات ذلك لبقية الأئمة أنهم تصدقوا وهم راكعون. معنا اتصال عمر، تفضل. مين؟ الشيخ مؤمن من السعودية، تفضل شيخ مؤمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة بادئ لي بدأ، أولا عتبي على جميع أفراد قناة الصفا على شيء واحد ومهم جدا، وهو أنهم سكتوا على سب هذا الشيخ ذلك الشيخ الكوراني لمعاوية رضي الله عنه، على الرغم من أن الكلمة التي احتج بها وهي كلمة عضة إنما هي في اللغة ليست كما ادعى هو بأنها بمعنى عض الحيوان وعلى رأسه الكلب، هكذا بالنص. أنت معي يا شيخ محمد؟ نعم أسمعك. معك معك. طيب من ناحية اللغوية عندما نقول عض فلان اللقمة بمعنى أمسكها بأسنانه، فإذا قلنا مثلا أمسك الشيخ الكولاني اللقمة بمعنى عض او عض الكوراني الكولاني الكوراني اللقمه باسنانه بمعنى امسكها كالكلب، هل يرضى على نفسه هذا بهذا؟ فكيف نحن نرضى بان يصف معاويه رضي الله عنه بانه كالكلب؟ انا ما اعرفش هل تؤيد فكرتك يا ابو مؤمن هذا الذي اذكره لما الرسول قال عضوا عليها بالنواجذ. هذا تؤيد فكرتي انت، وهذا حديث صحيح. صح مشكله ولا ايه؟ انا ما اعرفش تؤيد فكرتك ولا لا. عضوا عليها بالنواجذ. بالنواجذ نعم، اي السنه تمسكوا بها. تمسكوا بها بمعنى تمسكوا بها فعلا. هذه تاكيد لكلامي فعلا، الله يجزيك الخير. يعني مش امسك الحديث وسنه النبي اكلها، مش كده يا شيخ ابو مؤمن ولا ايه؟ يعني مش امسك حديث النبي اقعد اكل فيه. اتفضل. من اجل سب الصحابه بصراحه يعني. هذه واحده. الناحيه الثانيه يا اخي، كلمه انما هو ادعى أنها للحصر الحقيقي في الآية محل النزاع في الحلقة الماضية. إنما لا تأتي دائما للحصر الحقيقي، جميع أدوات الحصر قد تأتي للحصر الحقيقي وقد تأتي للحصر الإضافي أو النسبي كما يذكر ذلك البيانيون. يعني عندما قال تعالى إنما أنا بشر، هل هذا حصر للبشرية فقط الرسول صلى الله عليه وسلم أم أن كل إنسان بشر؟ نعم. سؤال، كل إنسان بشر. أما بالنسبة للحصر الحقيقي، هناك سياقات أخرى تدل على الحصر الحقيقي، كسياق إياك نعبد هذا حصر حقيقي. إذن هناك فرق بين السياقات. معنى ذلك يمكن أن نقولها بعبارة مختصرة، أي تركيب أو أي نص يعني تطرق إليه الاحتمال فإنه لا يمكن به الاستدلال، هذه معروفة قاعدة أصولية، وخاصة في الأصول. وخاصة في الأصول يعني، والإمامة أصل من أصول الإخوان الشيعة. في نقطة ثالثة الحقيقة أريد أن أنبه عليها، وهي أن القراءة التي قرأها الشيخ العنعور الله يجزيه خير، اللي في إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة، قرأها الشيخ العنعور والذين يقيمون الصلاة بالواو. الحقيقة هذه قراءة لعبد الله بن مسعود، وهي قراءة أوردها السجستاني كما أوردها بعض صاحب روح البيان، أوردها أيضا. فهذه القراءة تثبت صحة ما قاله العرعور من أنها المراد عطف الخاص على العام، على تفسيرهم هم يقولون أنه لا يوجد عطف خاص على العام، لا، على هذه القراءة يوجد عطف الخاص على العام، فالخاص نعتبره على حسب تفسيرهم علي والعام الخلفاء الأربعة، ولا تعارض بين القراءتين. هذه القراءة لا تعارض القراءة الأخرى، هذه القراءة بالواو فيها عطف خاص على العام، وكما يعني ذكر الشيخ العرعور أن البيانيون لا يلغون العام عندما يعطفون الخاص عليه. أنت معي يا شيخنا؟ نعم يسمعك ومعك. نحن البيانية إذا عطفنا الخاص على العام، العام لا يلغى. الخاص جزء من العام، يوضحه ويبينه. والعام بالتالي لا يلغى. فإذا قراءة بالواو هذه قراءة صحيحة، لكن جهلها الشيخ القوراني. كان المفروض الشيخ عدنان العرعور اللي يرد عليه ويقول له هذه قراءة يا أخي بالواو. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة، فالذين يقيمون الصلاة هم يريدون بها علي، والذين آمنوا عامة، فهذه من عطف الخاص على العام.
انت معايا يا شيخ؟ نعم نسمعك. كلنا معك. اي كويس، الله يجزيكم الخير. اذا يعني هذه الحقيقه النقاط المهمه التي يعني اريد ان تعلقوا جميعا عليها. نعم، وجزاكم الله خير. وجزاكم الشيخ محمد، وجزاكم الله خير. نعم، عاد الينا الشيخ علي القراني مرة أخرى. سمعت الشيخ علي، نبدأ مناظرتنا اليوم وإن كان الوقت قد فات، نبدأ بما طرحته في الحلقة الماضية من إثبات أن لفظة وليكم معناها إمامكم بالمعنى الاصطلاحي لا اللغوي، وذلك على سبيل القطع لا الظن، على اعتبار أن الإخوة الشيعة الإمامة هي أصل من أصول دينهم، ولعله الأصل الأهم على الإطلاق. تفضل سمعت الشيخ علي، ولك ثلاث دقائق. أنا أريد أن أؤكد أني حاضر للمناظرة بشرط اتفاقية على المناظرة، ونبدأ بمنهجية من التوحيد، ذكرت هذا وهذا رأيي النهائي. والآن أنا أسمع هذا الذي اتصل يريدكم أن تحرفوا القرآن، يريد إضافة واو للآية وإضافة حرف للآية، خطير. يا أخي هذه يكفيها فتنة هذه القناة. إذا اتفقنا معكم على أصول المناظرة أنا حاضر، ونبدأ بالتوحيد ثم بتحريف القرآن ثم سمعت الشيخ علي، سمعت الشيخ علي الشيخ مؤمن بعد إذنك، سمعت الشيخ علي الشيخ مؤمن لم يقل بالتحريف، إنما قال هي قراءة، وفي فارق بين من بعد اذن سمحتك يعني انا اربط انا اربط سمعت الشيخ علي اربط الحوار بعد اذن حضرتك عشان الساده يسلموا يفهموا يقبلها الازهر او اي يقول يعني زي القراءات السبع كده لدى الاخوه السنه، ما اعرفش هي الاخوه الشيعة كيف يقرؤون القران، لكن يعني في ورشي له قراءه، وحفص عن عاصم له قراءه، ونافع له قراءه، فتجد ان هناك قراءات مختلفه يعني المساله كذلك. تقبلوها؟ نعم. القرآن هو قال قراءة ولم يقل زيادة، يعني القراءة في فارق بين القراءة والسنة جميعا. لم يقل بها أحد من علماء الإسلام. الشيخ القراني يا جماعة، الشيخ القراني معذور وأنا أدافع عنه، ما بصير لابد نقول الحق. إيه الشيخ القراني معذور. فهو قال لأنه قال الأستاذ الفاضل الذي اتصل وأظنه من بلد الشهباء حلب حفظه الله من كل مكروه، هذا الشيخ قال هذه القراءة، الشيخ معذور وما بيعرف القراءات. ثم الشيخ عندي نص ينقل عن علماء الشيعة أن القرآن محرف، فهو المسألة أكبر من ذلك. القراني لم يرد على طب نسمع اتفاق الشيخ القراني. طلباتك يا سماحة الشيخ علي حتى تكمل المناظرة. أؤكد ما قلته طلباتك. يا أخي أنا حاضر، ونحن وغيري من الشيعة من طلبتهم ومثقفيهم حاضرين يناظرون، لكن بشرط اتفاقية متكافئة للمناظرة ومنهجية. نعم، قل لنا المنهجية وأنا أسجل وراك. فاعذرونا وقناتكم قناتكم مع الأسف قناة فتنة وتسقط. طيب يا سماحة الشيخ علي، يعني يا سماحة الشيخ علي، بعيد عن التصنيفات وسلفي وشيعي وسني ووهابي وفتنة، قل لنا المنهجية. بعد إذن حضرتك. عفوا يعني استمع إلي. العين والرأس، قناتكم وهابية. أستأذنك أستسمحك. يعني قل لنا المنهجية أسجلها خلفك، وأنا أقول للزميل المخرج يكتب هذه المنهجية التي تقرها سمحتك، وتأتي على الشاشة في كل حلقة. ويأتيكم شخص، أنا قلت لكم نرسل لكم شخصا على حسابنا للمفاوضة معكم على أصول اتفاقية موقعة وتعلن بعدين حاضرين. متى يأتي هذا الشخص؟ فكر ما حاضرين أبدا. متى يشرفنا؟ تفضل. حاضر هالأسبوع يأتيكم. نعم، في أي وقت قناة صفا تستقبل هذا الأخ العزيز ويستضاف بكرم وله وفادة وريادة لدينا، وتحجز له القناة في فندق خمس نجوم على نفقاتها الخاصة وعلى حسابها، والاتفاقية التي ستكتب بيننا وبين الشيخ عدنان ستعلن. يذهب يأتي ويتفق معكم، بس موقع من القناة ومن الشخص اللي نرسله، لا بأس. نرتضي هذا سماحة الشيخ علي. نكمل بقى موضوعنا حول الإمامة.
سمحتك قلت الآية. لا ممكن ما تعطوهم مجال. تفضل يا أخي ما تعطوهم مجال، لأنهم أنتم تستعملون أسلوب التهريج. ولي المستعملة في الآية هي اللي استعملها النبي، سأل المسلمين ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قال فمن كنتم مولاه فعليهم مولاه، أولى بكم من أنفسكم أعلى من الإمامة. هل ولاية اللي إلي هذه لعلي، هي أعلى من الإمامة، بس أنتم ما تعطونا مجال. طيب يا سماحة الشيخ علي، بقالك أربع دقائق سماحة. أولى بكم شو معناها؟ والله نعطيكم كل الوقت يا شيخ علي، يا شيخ علي، يا شيخ علي، نعطيكم كل الوقت. وأنا أشاهد القنوات الشيعية الزميلة القناة صفا كلها، كل برامجهم التي يتحدثون فيها عن الإمامة أو عن آية التطهر في برامج أنا أحفظها وأتابعها تماما، كلها مسجلة. نحن نترك الفرصة للإخوة الشيعة على الهواء مباشرة على نفقة قناة صفا حتى يوصلوا فكرتهم، وبعد ذلك نتهم بأننا نقصر. اتفقنا معكم على شروط المناظرة الموقعة، ننتظر هذا الأخ الشيعي الموقع، نحن حاضرين. سمعت شيخ علي، ننتظر الأخ الشيعي وننتظر قدومه، وأبلغنا بقدومه ونستقبله كلنا شخصيا في المطار، ونرحب به أخا عزيزا آمنا مطمئنا عزيزا مكرما بيننا. نكمل بقى نكمل المناظرة ان شاء الله. اذا خلوك السلفية عال. شكرا شكرا. تفضل نكمل المناظرة. ما تعطونا مجال لنكمل يا اخي خلص. نبدا بقى خمس دقايق على الشاشة يا شيخ علي، خمس دقايق انت اللي بتاخدنا وتودينا في سكك مختلفة. نبدا حضرتك باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، المناظرة تبدا بسم الله. انت اسالني وانا اجيبك ساعتين. حاضر نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ابدا المناظرة مع الشيخ عدنان. ابدا دقيقة. من بيعرف يسال الناس اصبر. اسال سيدك الشيخ علي. تفضل الناس معك الشيخ عدنان. يا سمعت الشيخ علي ولا يقاطعكم احد ان شاء الله. السؤال الاول في مذهبكم ان الدين العقيده لا تؤخذ الا بالتواتر. من قال لك يقول تقولون من قال لك؟ اعطيني نص. تكذب منك. تصور ما عندي. اعطيك نص. انا اعطيك نص. اصبر بس اصبر. نص لمراجعنا. لحظة. والمشهور مذهبنا. يا اخي محمد اللي يناقش واحد يناقشه بكلام مراجعه بمشهور المذهب. اسمع. طب نستمع للشيخ عدنان يا سمحت شيخ علي. انا اسألك. انت تأخذ العقيدة بالتواتر ولا بالاحاديث الاحاد؟ تفضل. شوف 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 وين راح. لا عم يسألك انا. نعم نفس النقطة. نفس الموضوع. البداية. نفس البداية اللي بدأها شيخ علي يعني. تفضل. تفضل شيخ علي. العقيدة اولا نحن نأخذها بمشهور المذهب. مجي جميل. مشهور المذهب. اعطيني الان دليل. موروث من رسول الله اللي سمى هؤلاء شيعة باحاديثكم انتم سماهم شيعة علي وقال اهل الجنة. الى يومنا مشهور المذهب ومتوارثه ونصوصه. مرات يحصل لي المجتهد الاطمئنان من مجموعة نصوص. شوف الان انا عندي بهذا موضوعنا سيوطي. السيوطي اللي هو من مفاخر مصر. طب دعه يسأل الشيخ علي. يعني دعه الشيخ عدنان يسأل عشان نبدأ المناظرة. دعه الشيخ عدنان يسأل عشان المناظرة تبدأ. تفضل يا سمحة الشيخ علي. يقول انه هذا فيه مجاهيل. ليس هذا نقطة البحث الان. يا شيخ علي من فضل حضرتك. انت الان. الشيخ عدنان يسألك. انا سألتك سؤال. هل تأخذ انت. انا اجيبك. بالآحاد. اجيب يا مالي ومال السيوطي. عجيب. هلا شاهد استأجيبك اصبر. يقول هي دقيقة لكل متناظر. دقيقة لكل واحد عشان وقت الحلقة انتهى. دقيقة لكل واحد. تفضل. سمعناه يقوي بعضه بعضا. يعني صار صحيح. الان نقطة البحث. كيف نقطة البحث والمتخصص اعتقاده في التفاصيل. اما الاصول نعم تواتر ومشهور المذهب. جميل. التفاصيل الاصول بالتواتر. نعم بالتواتر. اسمع يقول الطوسي وهو امام وايما امام الى ان يقول فاما اخبار الاحاد والقياس فلا يجوز ان يعمل عليها عندنا. إذن هذا مشهور المذهب
وهذا عقيدة المذهب في في الاقتصاد. سؤالك بس، سؤالك شغال، سؤالك بقى، سؤالك من حالي بعد اذنك، سؤالك من فضلك حالي من فضلك. اذا سؤالك وعندي لا يا سمحت الشيخ، عايزين نسمع بس سؤالك الشيخ عدنان هيسألك وترد لك الوقت كله. تفضل اعطيني حديث. استودعكم الله، استودعكم الله. اصلا بعد خبر الواحد اللي هو 200 صفحه يا شيخ علي، يا شيخ علي نحن هنا عندنا لا ترجع الى المذهب، بس هذا ما يفهم يا شيخ علي. لو اردت الانسحاب، لو اردت الانسحاب من المناظره شيخ علي، شيخ علي انت اسالني 20 سؤال اجاوبك. اسالك انا اساله، انا اساله ما بصير، انا اساله لا 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 انا اسالك. ايوه انا اسالك الان عقيدة يا أخوان أئمة الشيعة كما قرأت لكم أنه أعطيني دقيقة دقيقة قد يكون النتائج. الشيعة يقولون لا تؤخذ العقيدة بالأحاديث عاد بل بالتواتر عند ثلاثة رسول. اسمع ما يقول الآن، ما يقول هاي هذا أمام الطوسي، يقول لك الطوسي لا يقاطع في دقيقتي. الآن سألناك أين حديث، أين حديث التصدق علي رضي الله حتى عندكم مش عندنا انه متواتر؟ تفضل تفضل سمح الشيخ. نحن نحجكم بما عندكم، وانا ريت ابينها. هذا الحديث رواه 9 صحابة، الاخ مرآت التواريخ نشر 9 صحابة. الزيلعي يقول في تخريج الاحاديث والاثار عن عمار بن ياسر: وقف بعلي سائل وهو واقف في صلاة التطوع، فنزع خاتمه فأعطاه السائل، فأتى رسول الله فأعلمه ذلك، فنزلت إنما وليكم الله ورسوله إلى آخره، فقرأها رسول الله على أصحابه، ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال الزيلعي عن سبب نزول هذه الآية: رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه علوم الحديث وفيه كذا، ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره، أخرجه ابن مردوي، ورواه الطبراني في معجمه الوسط، ورواه الثعلبي إلى آخره، السيوطي في لباب النقول صفحة 81 يقول أخرج الطبراني، ثم يقول عنه. وأخرج أيضا ابن جرير عن مجاهد وابن أبي حاتم. فهذه شواهد. اعتذر لك سمعت شيخ علي لان وقت الحلقه انتهى، وننتظرك ان شاء الله في الثلاثاء القادم في تمام 8 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت الكويت ومكه المكرمه، يرد عليك الشيخ عدنان لك دقيقتين كما اخذ الشيخ علي. نعم. اخواننا، هذا الحديث ذكر ائمتنا انه ضعيف، ثم لا يوجد في كتبهم سوى رواية واحدة، وهم يستحون أن يرونها لأن علي تصدق ب1000 دينار حلة. تصوروا مثل علي كان فقيرا وليس عنده كما في كتبهم مهر فاطمة. روايت هذه رواية السنة أيوة. وفاطمة جاءت تشكو للنبي في كتبهم أنه كيف يزوجها رجل لا مال له. فهم يستحون من هذه الرواية لأنها مختلقة مكذوبة. تصور إذا كان يلبس 1000 دينار معناها مشرف 1000 دينار الخلاصة. فهم جاءوا إلى كتبنا وأئمتنا قالوا حديث ضعيف، وحسبنا الإمام ابن كثير، لكن ما ذكر التواتر. ثم لماذا فررت من كتبكم إلى كتبنا وتنقل من كتب الموضوعة؟ اسمعوا الآن ماذا يقول، لأنه هذا لابد أثير هذا الأمر فلا بد أن نذكره. اسمعوا ماذا يقول ابن تيمية عن حديث الشاب الأمرد اللي طبل عليه. والإخوان يا أخوان، أنا أريد أنصحكم نصيحة، لا ينبغي أن نرد على كل شبهة. لماذا لا نرد؟ لأنه هو يريد أن يضيع موضوع الولاية كما رأيت، أو الإمامة، الإمامة والولاية كله. يقول ابن تيمية، اسمعوا في هذا الحديث، قال ابن تيمية: واتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه. ارجع لورا يا مولانا عشان نقدر نجيبها على الكاميرا. عشان انت بتتكلم. اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض. قال أحمد: حديث مضطرب. قال الدارمي: والله ارجع لك لورا يا مولانا. طيب تفضل. غير أني استنكرته جدا. لاحظوا، قال ابن قتيبة:
في مختلف الحديث ضعفه كذلك. قال الذهبي اسمعوا وهو خبر منكر. شوفوا علماءنا لكن ماذا يفعلون؟ مثل إذا واحد مر أمام بيت فأخذ من زبالة البيت قال يا مسلمون هذا الرجل يدعي أنه نظيف، أنا أخرجت هذا من بيته، هي زبالة اللي احنا رميناها بالأحاديث الموضوعة. ثم اسمعوا ماذا يقول ابن تيمية عن نفس الحديث. نعوذ بالله من الكذب، نعوذ بالله من التدليس، نعوذ بالله من الخروج عن الموضوع. تهديد بالانسحاب في ألف شيعي فاضل ما بيكذب ممكن. اسمعوا الآن هذا ما يقول ابن تيمية تفصيلا عن هذه المسألة. معنا دقيقة فقط يا شيخ يا سيدي لأنه هذا مهم ذكر أمام الناس لابد أن نتكلم فيها. يعني أعزائي المشاهدين، طيب يعني سمعت شيخ عدنان نستكمل الحلقة القادمة. يعني هو يقول ابن تيمية اسمع الحكم يقول الذهب ابن الجوزي الله وجدت الحمد لله. يقول ابن الجوزي كذب موضوع عن هذا الحديث، عن هذا الحديث أمامي. يقول قال شيخ الإسلام في رده على الرافضي، ما لو الشيخ علي قال إيه؟ يعني عشان بس السادة المشاهدين فهموا ما نرجع بالتوصيل خلاص. في حديث يستشهد به المشبهة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في صورة شاب أمرد. أهل السنة أخذوا هذا حتى لا ينخدع به الناس ووضعوه في الأحاديث الموضوعة. ابن الجوزي اختص في هالأمر كتحذير، يعني مثل ما بتحطوا أنتم زبال، ما بتحطوا زبال عشان يجمع الزبالة. فأهل السنة وضعوا كتب وحطوه في صلة المهملات. أيوة لا وتنبيه أنه هذا الموضوعات. فقال ابن الجوزي في العلل المتبعية. طب خلاص يعني عرفنا عشان بس وقت لحظة. قال ابن شيخ الإسلام في رد على الرافضي، الرافضي من زمن اتهم أهل السنة بذلك. فقام له شيخ الإسلام اسمع يقول وفي ردي على الرافض الذي اتهم أهل السنة بأن الله ينزل إلى آخره وأنه على قال هذا الحديث الذي ذكره ولم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا يروي أحد من أهل الحديث أن الله ينزل وإلى غير ذلك ولا أنه ينزل في شكل أمراض لاحظ ولا ينزل. يقول ابن تيمية كذب موضوع افتراء. شكرا عشر شريط انت. أعزائي المشاهدين في الحلقة القادمة ننتظر اتصال سماحة الشيخ علي الكوراني ليكمل معنا المناظرة أو ليكمل طرف المناظرة ويشغل هذا الكرسي الفارغ منذ الحلقة السابعة من حلقات البرنامج أو منذ سابع يوم في رمضان الماضي، وأيضا يتواصل معنا سماحة الشيخ علي الكوراني أو غيره من الإخوة الشيعة ومن علمائهم وإمتهم ومراجعهم وآياتهم العظمى حتى يصل إلينا هذا الأخ الذي انتدبه الشيخ علي والإخوان الشيعة إلى مصر آمنا مطمئنا حتى يجلس على هذا الكرسي ويكمل هذه المناظرة الكريمة حتى تصل فكرة كل من طرف المناظرة الأخ الشيعي والشيخ عدنان. نرجو أن يصل سريعا إلينا هذا الرجل حتى يشغل هذا الكرسي وأن يتواصل معنا الشيخ علي الكوراني فيه. أعزائي المشاهدين نذكر السادة بالاتصال عبر الرسائل SMS كذلك على موقع البرنامج كلمة سواء @safa.tv.com. أشكر سماحة الشيخ علي الكوراني وأشكر فضيلة الشيخ عدنان ابن محمد العرعور، وأعتقد أعزائي المشاهدين أننا في الحلقات القادمة سوف نؤصل من خلال صفا إلى شيء مهم جدا، نؤصل الأول إلى صلاحية الدليل ثم نناقش منهجيته ونناقش تفصيله ونفرد المسألة له. فبعض من الأدلة التي يسوقها الإخوان الشيعة ربما تحتاج في أصلها إلى أنها تصلح كدليل يستند عليه من عدمه، هذا ما سوف نناقشه. وبعض الأسئلة التي طرحناها في الحلقة الماضية لم يجب عليها. أن الوقت انتهى لكن في قضية مهمة جدا. نحن قضيتنا ليست في الواو ولا في الذين، قضيتنا أنهم قالوا أن الخلافة في علي وفي ذريته لاحظ وأننا كفار لأننا لم نؤمن بهذا وأن عليا وذريته حتى المسردب في السرداب أفضل من إبراهيم. الشريط خلص. هذه القضية ذكرت في رسالة SMS سماحة الشيخ علي الكوراني في كتاب له قال أن الإنسان إذا أتى بكل بصلاة وصيام وزكاة ونفقة ولم يؤمن بإمام عصره
فهو ليس بمؤمن واستشهد بذلك وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناها باء منثوره. والشيخ الاخ الجزائري اللي بعت الرساله سال الشيخ علي الكراني يحضر هذا السؤال او يتذكره معنا الحلقه القادمه، قال من هو امام عصري الان حتى لا يضيع كل اعمالي الخيره يا سماحه الشيخ علي الكراني؟ شكرا، وكلمه سواء في الثلاثاء القادم في التاسعه بتوقيت الكويت ومكه المكرمه الثامنه بتوقيت القاهره. سلام الله عليكم.